مساء الخير واهلا بيكم. حلقه نهايه الاسبوع وكلمه اخيره النهارده عندنا الحريفه، مجموعه من شباب الممثلين، بعضهم بيمثل لاول مره، بعضهم بيخرج لاول مره، لكن قدروا ان هم يحققوا اعلى ايرادات في شباك التذاكر، شباك التذاكر السينما. والحقيقه رغم انه كتير من الافلام اللي موجوده دلوقتي ابطالها من النجوم الكبار، الحريفه فيلم قد يبدو بسيطا بيحكي حلم كرة القدم، حلم الاحتراف، لكن تفاصيله مهمة. الفوارق بين الطبقات، المدارس الحكومية والمدارس الدولية، العادات القديمة في الحارة المصرية اللي تقريبا اندثرت، حكاية أو حكايات الشباب وأحلامهم والأمل إن الحلم يتحقق. في حاجات كتيرة في الفيلم ده بتخليك تخرج منه بطاقة، كثير من الطاقة الإيجابية اللي احنا محتاجينها دلوقتي. نجوم الحريفة معانا النهاردة وصناع الحريفة في النصف الثاني من حلقتنا. أما في ساعتنا الإخبارية الأولى فللمرة الثالثة تستخدم واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الجزائر هذه المرة في مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. 13 عضو من مجلس الأمن وافقوا على القرار، رفضته أمريكا وامتنعت بريطانيا، بينما يستمر الاحتلال في عدوانه الغاشم بضحايا وصلوا إلى أكثر من 29 ألف فلسطيني وفلسطينية، والمجاعة تهدد 700 ألف من الفلسطينيين. برنامج الغذاء العالمي أعلن عن وقف تقديمه للمساعدات التي تتعرض للقصف وللنهب وللاعتداء. من لا يموت بالقصف في غزة يموت جوعا، يموت من نقص الطعام، نقص الماء ونقص الدواء، بينما واشنطن الشريك الرئيسي في هذه المجزرة تقدم مرة أخرى غطاء جديدا لإسرائيل لاستمرار القتل، وتقول إن وقف إطلاق النار سيهدد صفقة إطلاق الرهائن. يموت الناس مش مهم، مش مهم يموت الناس، هما بالنسبة لهم دول مش ناس، المهم إطلاق المحتجزين الإسرائيليين، المهم صفقة إطلاق المحتجزين الإسرائيليين، لأن هما دول البشر. بينما 29 ألف اللي بيموتوا، اللي تلات ارباعهم من الاطفال والنساء، مش مصنفين ان هم بشر لدى واشنطن التي ترعى حقوق الانسان في العالم وتتحدث وتتشدق بحقوق الانسان في العالم. طبعا اسرائيل احنا فاهمينها، لكن واشنطن هي الشريك الرئيسي لهذه المجازر على الارض. اما باقي العالم فقد تخلى عن انسانيته ووقف عاجزا امام البطش الاسرائيلي والطغيان الأمريكي للقضاء على كل ما هو فلسطيني على الأرض. فين العرب؟ هو ده السؤال المهم. الجزائر قدمت هذا المشروع بقرار نيابة عن المجموعة العربية، الدول العربية كلها أدانت، ولكن يجب أن يكون هناك موقف عربي صارم متحد تجاه ما يحدث، لأنه ما يحدث لا يمكن أن يستمر. خلونا نشوف بعض هذه اللقطات مما يحدث في غزة. إذن بينما وصلت قوات الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة للمرة الثالثة، تكرر أمريكا سيناريو الوقوف مجددا ضد أي مشروع قرار لوقف إنساني لإطلاق النار. مجموعة العربية في أعقاب ما حدث في أو أعقاب محكمة قرار محكمة العدل الدولية، قررت أن تتقدم مرة أخرى بمشروع قرار. كان في مشروعين سابقين قدمة أيضا استخدمت أمريكا ضدهم الفيتو، ولكن الفيتو الثالث وافقت عليه 13 دولة بينما رفضته أمريكا وامتنعت بريطانيا. خلونا نشوف جزء من كلمة رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية بالمنظمة الأممية منذ ساعات قليلة. كل ذلك يعني أبرز بشكل لا لبس فيه أنه ليس فقط عندنا إجماعا عربيا قويا حول هذه المسائل وقف إطلاق النار، ولكن شبه إجماع دولي حول هذه المسألة. وقبل أن تسألوني ما هي الخطوة القادمة
نحن ندرس كل الخطوات ولن نترك مجالا لا لمجلس الأمن ولا للجمعية العامة ولا محكمة العدل الدولية ولا مجلس حقوق الإنسان الذي سيبدأ بعد بضعة أيام. سنبقى نطرق كل الأبواب ومع الملايين في الشوارع في كل مكان في العالم من أجل أن يتوقف هذا العدوان وأن لا يتم مذبحة ونكبة رفح ونكبة أهلنا في غزة، ونتفادى ذلك عبر موقف واضح ورسمي من مجلس الأمن باعتماد ليس فقط قرار لوقف العدوان وإنما تنفيذ وقف العدوان فورا. من نيويورك معنا عبر زوم السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة. سيد سفير مساء الخير. يعني الفيتو الثالث بعد مشروع قرار الإمارات، بعد مشروع قرار روسيا لوقف إطلاق النار، الآن الولايات المتحدة تستخدم الفيتو مجددا يعني تعطيل وقف إطلاق النار للمرة الثالثة، وبقالنا الحرب بادية من 7 أكتوبر. ماذا حدث وطلعنا على الأجواء في مجلس الأمن؟ مساء الخير. أولا المشروع القرار العربي مقدم من المجموعة العربية والجامعة العربية مع بعض، تم تقديمه لمجلس الأمن من 3 أسابيع، وبدأت عملية مفاوضات مكثفة حواليه مع كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى أن نجحت المجموعة العربية إنها تحصل على دعم من 13 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، رغم أن في البعض كان عنده بعض التحفظات، سواء كان فيما يتعلق بعدم إدانة حماس، سواء كان فيما يتعلق بعدم ذكر موضوع الأسرى بالشكل الكافي، سواء كان عدم اعتبار حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى منظمات إرهابية وما إلى ذلك. ولكن جميع الدول نظرا للاعتبارات الإنسانية الخطيرة الموجودة على الأرض وافقت على مشروع القرار ووعدت بالتصويت لصالح. المملكة المتحدة جت يوم الجمعة وطلبت في أنها تدخل تعديلات طفيفة في مشروع القرار فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. قالوا يعني طب نعمل هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق نار، يقود إلى إطلاق عملية سياسية علشان نتفادى يا جماعة الفيتو الأمريكاني. لما قعدنا مع البريطانيين وتفاوضنا معهم، للأسف يعني ثبت أن هم مش هيقدروا أن هم يجذبوا الجانب الأمريكي إلى أنه يوافق على هذه الصيغة، وبالتالي تقرر الدفع بمشروع القرار للتصويت مع كل الوعود وكل التقدير الدول الأخرى للأزمة الإنسانية الحادة اللي موجودة على الأرض في الأراضي الفلسطينية. لا من غير المستغرب الفيتو الأمريكي، لأن الولايات المتحدة السفيرة الأمريكية طلعت بيان من يوم الجمعة قالت إحنا ضد هذا المشروع، وإن إحنا بنشتغل بس على المفاوضات المصرية القطرية الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن ويضمن في نفس الوقت التوصل إلى هدن إنسانية طويلة يتم خلالها من خلال الإفراج على الرهائن إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية تقود إلى بدء عملية سياسية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية. طبعا دي كلها عملية تطويح وعملية تسويف، وبالتالي المجموعة العربية قررت أنها لابد تحط الولايات المتحدة قدام مسؤولياتها وتحط المملكة المتحدة أيضا قدام مسؤولياتها، وقررت الدفع بمشروع قرار للتصويت كما هو. سيادة السفير، يعني أكيد في تغيير في الأداء الدولي، ويعني 13 صوت مع المشروع القرار ومع الحق الفلسطيني ومع وقف إطلاق النار على الأقل، هذا يختلف عما حدث في المشروعين السابقين سواء من اللي قدمته الإمارات أو روسيا. فإحنا يعني ده معناه أن هناك تغير دولي واضح في ردود الأفعال وفي الموقف من القضية الفلسطينية ومن الوضع في غزة.
طبعا طبعا، هناك تقدير دولي متزايد للأزمة الإنسانية الحادة التي يخلقها العدوان الإسرائيلي، وهناك عدم رضا نهائي في مجلس الأمن على أداء الولايات المتحدة وحمايتها المنقطعة النظير لإسرائيل. ويمكن شفتوا كلكم الجلسة اليوم وحجم الانتقادات التي وجهت، واللي كان يمكن أعنفها الانتقاد المصري، وده عن حق نتيجة انه التدهور المتزايد في الارض له انعكاسات على مصر وعلى امنها القومي. وبالتالي هناك ادراك دولي متزايد اننا نتجه نحو ازمة انسانية خطيرة. وبالتالي كل الدول حتى اللي كان عندها تحفظات، يعني زي اليابان، زي كوريا، زي اكوادور وغيرها من الدول، تنازلت عن جزء كبير من هذه التحفظات وقررت أنها تلحق بالتصويت لصالح هذا المشروع، إدراكا منها للأبعاد الإنسانية الخطيرة اللي مترتبة عليه. الولايات المتحدة، اتفضلي. هذا يعني كلمني عن مضمون المشروع. المشروع كان وقفا إنسانيا لإطلاق النار وتخلى عن الجزء السياسي. يعني هل إن أنتوا حيدتوا الجزء السياسي وخليتوا المشروع مجرد وقف إنساني لإطلاق النار؟ بالضبط، وقف إنساني لإطلاق النار، تركيز على حماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، الثلاث محاور بتاعتنا الرئيسية: وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة شمالها وجنوبها، والجزء الثالث هو ضمان عدم ترحيل أي حد من الفلسطينيين داخل أو خارج القطاع. وبالتالي كل التركيز بتاعنا كان على الاعتبارات الغير متناقضة، حتى نضمن تصويت وتقدير كافة أعضاء المجلس. الولايات المتحدة بتشعر بقلق عميق. ليه؟ لأنه بمجرد ما هي أعلنت إن هي هتعمل فيتو على مشروع قرار، فوجئنا امبارح بمشروع قرار أمريكي جديد. مشروع قرار أمريكي اتكلمت عليه هي السفيرة الأمريكية النهاردة في الجلسة، ولكن هذا المشروع في بعض الأجزاء الإيجابية وبعض الأجزاء السلبية. أول حاجة سلبية فيه إن هو بيبقي الموضوع خارج إطار الأمم المتحدة، بيقول إن إحنا مش مستعدين نخش في قرار في الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار، إحنا مستعدين نمشي في الوساطة المصرية القطرية الأمريكية إلى أن نصل إلى هدنة إنسانية. هذه الهدنة الإنسانية تقود إلى الإفراج عن الرهائن. لما يفرج عن الرهائن يبقى ساعتها هنبتدي نتكلم على وقف إطلاق النار. وبيوصف بقى حماس بالإرهاب والمنظمات التانية طبعا، وبيدين إدانة كبيرة لأحداث 7 أكتوبر، وبيحاول يزرع فتيل فصل ما بين حماس والمنظمات اللي بتقوم بالمقاومة وما بين السلطة الفلسطينية. بيقول ان احنا عارفين ان السلطة الفلسطينية ما يرضيهاش هذا الكلام، وانه حماس خارج عن الصف الفلسطيني وبتقوم بهذه العمليات من غير السلطة الفلسطينية وما الى ذلك. الولايات المتحدة واسرائيل متفقين في الرأي ان الامم المتحدة لو طلع فيها قرار هيطلع قرار بوقف اطلاق النار، ولن يلتفت فقط إلى موضوع الرهائن أو السجناء الفلسطينيين. إحنا في الـ 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 وفقا للمعلومات المتداولة، المشاورات اللي شغالة بره بتقوم على إنه في هدنة إنسانية لمدة طويلة بعد الشيء. هذه الهدنة بيتم فيها الإفراج عن بعض الرهائن مقابل الإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين، وبعض الرهائن بعدها وبعدها على 3 مراحل. نعم. ولكن الخلاف الأساسي في هذه المفاوضات حتى الآن هو على أسماء المفرج عنهم الفلسطينيين، لأن السلطة الفلسطينية بتصمم على عدد من الأسماء المعينة، وهذه الأسماء لا تلقى قبولا من جانب إسرائيل. لو قبلنا بالقرار الأمريكاني أو بالمشروع الأمريكاني، هذا معناه إن احنا بنسلم إسرائيل مفتاح التحكم الزمني في هذه العملية، وهذا غير مقبول للمجموعة العربية. تمام، ولكن ماذا إذا طرح مشروع القرار الأمريكي داخل مجلس الأمن؟ من سيقف له؟ روسيا، الصين، من سيقف؟ لأن المجموعة العربية ليست حاكمة في هذا الأمر، فماذا نتوقع لمشروع القرار الأمريكي؟
المجموعة العربية لديها الجزائر العضو العربي، الولايات المتحدة غير مستعجلة في طرح هذا المشروع للتصويت، ووضحت ذلك اليوم، وبالتالي المشروع لسه هيخضع لسلسلة جلسات للمفاوضات. هنحاول ان احنا نعدله بالطريقة من خلال الجزائر اللي هو بيشارك في هذه المفاوضات باسمنا، ونحاول نعدله، اللي اذا عرفنا نعدله بنعدله، ما عرفناش نعدله بنعول على تفهم الاعضاء الدائمين الاخرين اللي ممكن يكون روسيا، ممكن يكون الصين، لاستخدام، واعتقد في ظل المواجهه الجيوسياسيه اللي موجوده ما بين الشرق والغرب، فمهما عدلنا في هذا المشروع سيتم استخدام حق النقد ضده ولن يصدر. ما هي الخطوة القادمة للمجموعة العربية إذن داخل الأمم المتحدة؟ احنا مجتمعين بكرة ان شاء الله عشان نتفق على الخطوة القادمة. طبعا في خطوات اجرائية بتتم اوتوماتيك، وفي خطوات احنا لابد ان احنا نمشيها. الاوتوماتيك انه في خلال 10 ايام الجمعية العامة لابد انها تعقد اجتماع فوري، والولايات المتحدة تبرر قدام الجمعية العامة ايه سبب استخدامها لحق النقد ضد هذا القرار. وبيبقى فيها شكل الديبيت بيشارك فيه حوالي 100 دولة، وانا واثق ان منهم على الاقل 80 او 85 هيهاجموا امريكا على استخدام حق النقد في هذا التوقيت. سيد سفير بعد أخي، كده في عندنا تفضل. فن لا تفضل يا فندم. بعد كده في عندنا اللجوء الى الدوره الخاصه المستأنفه العاشره للجمعيه العامه، ده في ايدنا في اي وقت، وبالتالي هنقدر مدى امكانيه اللجوء. والبديل الثالث هو تقديم مشروع قرار جديد امام مجلس الامن، ممكن يكون اكثر اختصارا بقى، يقتصر فقط على وقف اطلاق النار مثلا، او يضم بعض الاحكام الغير خلافيه الاكثر دقه، وبصياغه قد تكون تسمح بقبولها من جانب الولايات المتحده. انما مش هنسكت يعني في هذا الوقت. العنوان لهذه المرحلة يعني ما بين موضوع الهدنة والمفاوضات ورفح، العملية العسكرية في رفح، كيف تنظرون في الأمم المتحدة لذلك؟ يعني كيف ينظر الأعضاء؟ هناك قلق مصري كبير، طبعا كبير منذ البداية، ولكن قلق مصري متصاعد يتعلق بالأمن القومي المصري من عملية عسكرية في رفح قد تؤدي إلى عواقب أخرى تهدد الأمن القومي المصري، ومصر لها يعني دوافعها الإنسانية والقومية والعربية وغيرها في هذه القضية. ماذا يعني يجري في أروقة الأمم المتحدة فيما يتعلق برفح؟ فيما يتعلق برفح، هناك إجماع ما بين ال15 عضو في مجلس الأمن على عدم إمكانية الدفع بالفلسطينيين في رفح للهجرة إلى مصر أو إلى الأردن. وظهر ذلك في خلال الجلستين العلنيتين اللي اتعملوا في مجلس الأمن، واحدة منهم كانت يوم 14 هذا الشهر، وواحدة الثانية كانت يوم 24 الشهر اللي فات. وبعدين من ضمن الفقرات اللي كانت في مشروع الدول العربية اللي استخدمت ضد الولايات المتحدة الفيتو، هو فقرة بتقول ما فيش تهجير قسري للفلسطينيين إلى أي من دول الجوار. والفقرة دي كانت مصر هي سبب نعم وضعها في المشروع وصممت على وضعها في المشروع. يمكن بقى أفاجئك إنه مشروع القرار الأمريكي اللي متقدم عشان إحساس الولايات المتحدة بالجلد أو بالذنب في هذه المرحلة، في فقرة بتقول ما فيش تهجير قسري للفلسطينيين، وأن مجلس الأمن يعارض بقوة أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني، نعم وبيحاول بيقدم المشروع برضو بعض يعني الانسنتيفز، بعض المقبلات فيما يتعلق نعم بعملية السلام وضرورة البدء في وضع أفق سياسي، ولابد إن احنا نبتدي بقى نتفاوض ونقيم الدولة الفلسطينية، ولكن لابد الأول ندين حماس ونحطها كمنظمة نعم إرهابية نعم ونفرج عن 130 رهين.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا سيد سفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة. ونذهب إلى الدكتور مصطفى البرغوثي من رام الله رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية. يعني بينما تستخدم واشنطن الفيتو، الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورا، الصور اللي على كل الشاشات من التدافع للحصول على الغذاء، التدافع لل الحصول على المساعدات، المساعدات القليلة اللي بتفرج عنها إسرائيل، يعني وضع و700 ألف تحت يعني المجاعة تقريبا. اشرح لي الوضع الإنساني أولا يا دكتور. أولا قبل أن أشرح الوضع الإنساني دعيني أقول أن موقف الولايات المتحدة موقف مشين ومنافق، مشين باعتراضها على وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة اليوم رغم أن غالبية أعضاء المجلس صوتت لصالحه، ومنعها لصدور قرار بوقف إطلاق النار يعني تشجيعها لإسرائيلية والتجويع بالمعنى الحرفي للكلمة للشعب الفلسطيني. الأمر الثاني الادعاءات بأن هناك تسهيلات في إيصال المساعدات كله كلام فارغ. التقارير تشير إلى أنه لا يصل إلى غزة ما يزيد عن 10 شاحنات يوميا في وقت تحتاج إلى 1000 شاحنة يوميا. الوضع الإنساني ردا على سؤالك خطير للغاية. نحن نتحدث الآن عن ما لا يقل عن 700 ألف شخص يعانون من المجاعة، وخاصة في شمال غزة وفي مدينة غزة. 9 من كل 10 أشخاص لا يأكلون يوميا. هناك 64 ألف امرأة مرضعة لا يجدن الحليب ولا يجدن ما يساعدهن على إرضاع أطفالهن. هناك 50 ألف امرأة حامل لا تستطيع أن تجد مكانا آمنا للولادة فيه. وأضيف إلى ذلك حقيقة أنه الوضع البيئي والدمار الذي سببته إسرائيل للبنية التحتية، الكهرباء، المياه، شبكات المجاري، أدى الآن إلى وتدمير 70% من البيوت. هذا أدى الآن إلى كارثة أخرى اسمها انتشار الأمراض. يعني إسرائيل تقتل الناس بالقصف والهمجي، وتقتل الناس بالتجويع، وتقتل الناس الآن بالأمراض. وتقارير، نحن لدينا 30 فريقا طبيا يعملون في داخل قطاع غزة، تقاريرهم مذهلة ومرعبة. هناك أكثر من 700 ألف شخص الآن مصابون بالأمراض، تتراوح بين أمراض الجهاز التنفسي الخطيرة وأمراض الجهاز الهضمي، والآن بدأ انتشار أوبئة مثل وباء الكبد الوبائي الذي وصل عدد المصابين فيه إلى حوالي 10,000. وهناك احتمال الآن لانفجار بيئي هائل وانفجار في الأوبئة من بين الأطفال بسبب توقف عمليات تطعيم الأطفال لأكثر من 137 في بالمعنى الحرفي للكلمة. كارثة صنعها المحتلون الإسرائيليون وتجري على مرأى ومسمع من العالم بأسره الذي لا يفعل شيئا ولا يفرض عقوبات على إسرائيل، رغم أن فداحة الجريمة التي ترتكبها أضعاف أضعاف ما جرى في أوكرانيا. ومع ذلك فرض على روسيا 11 ألف عقوبة في شهرين، وهنا الكل يواصل تقديم السلاح لإسرائيل والمعونات المالية. هذا وضع لا يطاق، عملية إبادة جماعية بالمعنى الحرفي للكلمة بالقصف والدمار والتنكيل الذي أودى حتى الآن بحياة 35 ألف شهيد إذا حسبنا منهم تحت الأنقاض، وأدى لجرح 68 ألف، كثيرون منهم سيستشهدون بعدم وجود خدمة. طب دكتور مصطفى، بماذا يعني أنا وحضرتك بتكلم بتفرج على صور بشوفها كل يوم طبعا، لكن بتتزايد لها للأطفال المتدافعين عشان يأكلوا حاجة، ياخدوا أي يعني لقمة للأقل من الطعام. كيف يعني بماذا تفسر هذا الفشل الدولي الكبير؟ ايه تفسيره السياسي؟ يعني عدى شهر واثنين وثلاثه واربعه، يعني عدى وقت خلاص، عدى 4 أشهر يا دكتور. انا عايزه افهم سياسيا كيف يمكن ان نشرح ذلك، كيف يمكن ان نفسر ذلك؟ تفسير بسيط. نحن نتحدث عن تضافر 3 أو 4 عوامل معا. اولا الاجرام الذي نراه مدفوع ومغطى بشكل كامل من الولايات المتحده بكل الوسائل، بالتمويل
بالمساعدة بالأسلحة التي تعطيها لإسرائيل، بعملية الدمار التي تجري أمامهم وبمشاركتهم بالقوات، وطبعا الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأولى. أضيف إلى ذلك مواقف العديد من الدول الأوروبية وعقلية تفوق العرق الأبيض والعنصرية البارزة التي نراها الآن تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه بالذات سكان قطاع غزة. لكن لابد أن أضيف عامل ثالث، وهو أن هناك للأسف ضعف شديد في الموقف العربي والإسلامي، شجع هذه الأطراف الدولية على الإمعان في اضطهاد هذا الشعب الفلسطيني. طب هنا بقى ما هو مطلوب من الموقف العربي؟ أبسط شيء، احنا حكينا لما اجتمعوا القمة العربية الإسلامية 57 دولة في السعودية، قلنا أقل شيء يعني، واتخذوا قرار بكسر الحصار. أنا برأيي أقل شيء يمكن أن يفعلوه، ما زال من الممكن أن يفعلوه مع هذه الكارثة الإنسانية، أن يرسلوا قافلة تتحدى إسرائيل بأعلام 56 دولة 57 دولة، وبتستدعي معها كل المؤسسات الإنسانية، وتكسر الحصار المفروض غير القانوني وغير الشرعي بكل المقاييس والذي يخالف كل القوانين الدولية. يمكن لمثل هذه القافلة أن تكسر هذا الإجرام الإسرائيلي إذا توفرت الإرادة على فعل ذلك. شكرا دكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية. ونذهب إلى غزة، الأستاذ هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية في تدهور مستمر. برنامج الغذاء العالمي أعلن عن توقفه عن تقديم المساعدات لتعرض شاحناته للقصف وتعرضها للاعتداء. كلمنا عن الوضع على الأرض أستاذ هشام. اهلا استاذ انيس وشكرا على الاستضافه. يعني الحديث الذي تقدم به الدكتور مصطفى البرغوثي يتحدث باستفاضه عن الواقع بالارقام وبالاحصائيات، ولكن سوف اذكر مثالين من الاتصالات الهائله التي نتلقاها عبر خطوطنا المباشره للجنه الدوليه للصليب الاحمر في قطاع غزه بشكل يومي. تحدث لي احد الاهالي من مدينه غزه، وقال لي بانهم لم يجدوا طعاما لمده اسابيع، وفي اخر 3 ايام اصبحوا يتناولون طعام العصافير التي يربونها في ما بقي من منزلهم، ولم ينجحوا حتى في صناعه اي شيء يمكن يعني اكله من ذلك. هناك بعض الصحفيين ايضا الذين افادوا بان بعض الاهالي لم يجدوا سوى الليمون لمده 3 ايام. هذه أمثلة حية من أشخاص تحدثوا معنا وأخبرونا عن مدى مأساوية الأوضاع اللا إنسانية التي يعيشون فيها في شمال غزة. القانون الدولي الإنساني واضح ولا لبس فيه. أطراف النزاع عليهم التزامات قانونية، وإسرائيل عليها التزامات قانونية بموجب أنها قوة قائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وفي ظل الحصار المطلق الآن منذ 4 أشهر يجب الإيفاء بهذه الالتزامات القانونية، لأنه يترتب عليها ببساطة فقدان آلاف الأرواح التي كان بالإمكان إنقاذها. على المجتمع الدولي أيضا التزامات يجب الإيفاء بها تجاه الأهالي في قطاع غزة. الأوضاع في محافظة رفح، الجميع يعني يتحدث ويراقب ماذا سوف يحدث في رفح، هل سوف يحدث عملية عسكرية برية. لقد حذرنا كلجنة دولية للصليب الأحمر مرارا وتكرارا من أي سيناريو تصعيدي في محافظة رفح التي هي تشكل أقل من 20% من المساحة الكلية لقطاع غزة الضيق، يتركز فيها ويتكدس فيها أكثر من 1.5 مليون نازح ونازحة في ظروف إنسانية بائسة، تنتشر في أوساطهم الأمراض منعزلين عن الوصول إلى الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي، يواجهون تحدي يومي في توفير الغذاء، حتى إذا ما توفر فهو متوفر بأسعار جنونية للغاية نتيجة التضخم الهائل في الأسعار. يبقى السؤال هنا إلى أين نحن ذاهبون، وإلى كم من الوقت يمكن أن الأهالي أن يصمدوا في ظل هذه الأوضاع. لا يمكن الرهان على هذا الأمر أكثر من ذلك، لا يمكن الرهان على مدى قدرة الأهالي على الصمود. لا يوجد قدرة بشرية تستطيع أن تقف في مثل أو في وجه هذه الظروف أكثر من ذلك. المساحة الإنسانية التي نتحرك فيها كفاعلين إنسانيين هي ضيقة منذ 7 أكتوبر نتيجة لاستمرار الأعمال العدائية، تسابقات العمليات العسكرية يوما بعد يوم، والفتات من الدعم الإنساني الذي يدخل إلى قطاع غزة في ظل غياب التدابير الأمنية التي نحتاجها للتحرك وإيصال هذا الدعم الإنساني المنقذ للحياة
إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، هذا كله يسهم في المأساة الإنسانية الموجودة الآن. إذا ما تغيرت الظروف أو إذا ما طرح عكس هذه العوامل، قد يحدث هناك استجابة إنسانية إيجابية، ولكن ليس بالقدر الكافي الذي يمكن تحقيقه خلال وقت إطلاق النار. أنا بشكرك أستاذ هشام مهنا، متحدث باسم لجنة الصليب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه الصور يعني هي سبة في جبين العالم. والحقيقة أنه المؤتمر القمة العربي الإسلامي الذي عقد في الرياض منذ أشهر تحدث فعلا عن كسر الحصار، وأنا أتمنى أن أرى عملا جماعيا عربيا في إطار كسر الحصار، لأنه لا يمكن أن نبقي الشعب الفلسطيني تحت رحمة القواعد الإسرائيلية الصارمة لدخول المساعدات من معبر رفح أو من معبر كرم أبو سالم، وحنفتش ده ونعدي ده وما نعديش ده، أو أنه المنظمات الدولية بعتت إيه أو ما بعتتش إيه. لا يمكن أن نبقي الشعب الفلسطيني تحت رحمة مجتمع دولي مزدوج المعايير لا يرى هؤلاء بشر، لا يرى هؤلاء الأطفال يستحقون الحياة، لا يرى هؤلاء الأطفال يستحقون الأمل. أنا مش قادرة أتخيل هذا المشهد كيف لا يؤرق كل يعني زعيم دولي موجود في العالم. مش هتكلم على بايدن، مش لكن هتكلم على كل العالم، كيف لا يؤرقهم هذا المشهد؟ هو يؤرقنا طبعا، يؤرقنا نحن كعرب وكمسلمين، وهنا علينا دور آخر كعرب وكمسلمين. اتخذنا قرارا بكسر الحصار، اتخذنا مجموعة من القرارات في هذا المؤتمر العربي الإسلامي، منها أن يكون هناك وفد من وزراء الخارجية يجوب العالم، وهذا حدث وهذا أثر وغير كثيرا في المواقف الدولية، وهذه الصور أثرت في المواقف الدولية. لكن هذا المشهد المتصاعد من الألم، من الجوع، من المرض، من الحالة اللا إنسانية التي تحدث في غزة، لابد أن يقابله موقف عربي أكثر صرامة، أكثر قدرة على المساعدة. لا تنتظر العالم، العالم أصم وأبكم، لا تنتظر العالم. هذا عالم مزدوج المعايير، هذا عالم لا يرانا أصلا، لا يرى إلا أوكرانيا. لكن هنا بقى قصة القرار بكسر الحصار هو قرار مهم، هو قرار إنساني على الأقل، ندخل للناس دي تاكل وتشرب وتعيش على الأقل إذا كنا لا نستطيع وقف إطلاق النار. يعني مصر تعمل بجهود كبيرة لإدخال مساعدات، لاستقبال جرحى، للعمل على وقف إطلاق النار في أسرع وقت، يعني في أمور كثيرة جدا. لكن أين الجهد العربي الجماعي الإسلامي لكسر الحصار؟ لو دخلت مصر بس يعني مش كفاية، احنا محتاجين مجموع عربي اسلامي كده يدخل بقوافل، ونشوف بقى اسرائيل هتضربها ولا لا. بس لا يمكن ان نترك هؤلاء الناس تحت رحمة من لا يرحم. من لا يموت في غزة تحت القصف يموت من الجوع والمرض. ده مشهد لا يمكن قبوله، مشهد إنساني لا يمكن قبوله إذا قبله العالم. إحنا كمسلمين كمسيحيين كعرب لا يمكن أن نقبله. الحقيقة أن هذه صور من أبشع الصور التي يعني إحنا شفنا بقالنا 4 أشهر عايشين في كابوس غزة، في كابوس ما يحدث في غزة. لكن المشهد ده التدافع علشان ناخد حبة دقيق، لقمة عيش، شوية مية، ده مشهد لا إنساني، لا إنساني الحقيقة. بينما العالم بيتابع جلسات محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات في الأراضي الفلسطينية، الممارسات الإسرائيلية، مصر بتشارك بالرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية. إيه القصة؟ القصة أنه سنة 22 في أواخر 22، وهذا هذه المرافعة الاستشارية لا علاقة لها بما قد
قدمته أو ما قدمته جنوب إفريقيا من ادعاء ضد إسرائيل بعد العدوان على غزة. هذا أمر آخر يعود لسنة 22، حيث يعني في أواخر عام 22 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبا إلى محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهي الفتوى التي قالت مصر أنها تطالب أن تشارك فيها وتقدم فيها الرأي الاستشاري مشفوعا بإنهاء الاحتلال. بنتوقع أن مصر غدا تتقدم بهذه المرافعة. الوفد المصري يتكون من السفير حاتم كمال الدين، السفير المصري في هولندا، والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وأعضاء من سفارة مصر في لاهاي، هيقدموا المرافعة المصرية المطلوبة كمرافعة استشارية لما طلبته الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية. وده يعني مجال آخر تحاول فيه مصر أن تثبت فيه الحق الفلسطيني في المؤسسات الدولية. كنا بنتابع بقالنا يومين ما حدث في المقطم، في أحد العقارات في المقطم. كنا بنتكلم على مخالفات البناء الحقيقة، والحقيقة انه وصلتنا صور مستمرة من مالكي من يعني اصحاب الشكوى ان فعلا المحليات جات النهاردة وبدأت بالازالة، والازالة مستمرة، ازالوا الدور السادس والدور الخامس، وان هو الازالة مستمرة للعقارات المختلفة. وده طبعا بعد ما تدخل ايضا النائب احمد السجيني اللي كان عامل اجتماع مهم في الاداره المحليه. سياده النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب، اولا شكرا على مجهودك، لانه بالفعل المحليات تدخلت، المحافظه اصدرت بيان منذ قليل، ويعني بالواضح انه الدنيا اتحركت بعد ما قدرنا يعني نسلط الضوء على هذه القضيه، وانت حضرتك طبعا اتدخلت. قول لي اولا ماذا كان فحوى هذا الاجتماع؟ تحياتي لميس هنا. الحقيقه هو الاجتماع، انت بتتكلمي على اجتماع النهارده؟ أيوة. ولا بصي هقول لك حاجه، احنا لما كلمتيني من يومين سيادتك بخصوص الحاله بتاعه المقطم، وكان في برضه حاله في المعادي على الكورنيش. يعني احنا زي ما انت قلتي في المقدمه بيتعرض علينا مثل هذه الحالات بشكل متكرر، ويمكن حاله المقطم خلاص طالما وصلت لنا ووصلت لكم فما ينفعش نغض البصر عنها، وبالتالي زي ما وعدتك تاني يوم هتدخل في الموضوع، والحقيقه تدخلنا والجهاز التنفيذي طبعا استجاب لان ده واجب عليه، وزي ما حضرتك شفتي كده يمكن عملية الإزالة الكلية، لأن زي ما احنا اتكلمنا كان الإزالة الجزئية دي ما بتؤديش الغرض، فالإزالة الكلية لمنشأ اتصب السقف بتاعه طبعا شغلانة، يعني لازم يطلع معدة ثقيلة برافعة فوق بتكاليف كبيرة جدا. عشان كده هي دايما احنا بنوجه بنقول يا اخوانا الإزالة تكون في المهد في البدايات، لان بعد كده بتبقى العمليه صعبه. احنا كنا محددين من الاسبوع اللي فات، من قبل ما حضرتك تثيري الموضوع، يعني الحقيقه بالمصادفه كده القلوب عند بعضها زي ما بيقولوا، كنا محددين جلسه الحقيقه كبيره جدا انعقدت النهارده من الساعه من صبح يعني يمكن من الظهر ولسه رافعين من شويه. الجلسه دي كانت بتتكلم في ثلاث ملفات كلهم بيشكلوا يعني هدف واحد. الملف الأول هو الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، إمتى الدولة المصرية برلمان وحكومة وكلنا يعني مش هخصص إمتى هنخلص من الملف ده، وهقول لك أثره إيه. المحور الثاني هو محور منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية، والمحور طبعا الثالث هو التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف أو التعديات بالبناء المخالف زي الحالة بتاعة المقطم، اللي بالمناسبة وأنا بكلم حضرتك دلوقتي ممكن يكون في حالات تانية في عدد من المحافظات. ده أكيد مش ممكن، ده أكيد بالظبط. فإحنا أنا حتى يمكن استشهدت بالمداخلة بتاعتي معاكي
من كام يوم وقلت لهم هي الفكرة مش في ان مواطن استطاع يوصل للإعلام والإعلام استطاع يوصل لمسؤول سواء كان مسؤول تنفيذي او رقابي، هي الفكرة ان العمل ده يكون عمل مؤسسي يومي صحيح. خاضع لمعايير موضوعية ما لا يقبل الهوى ولا يقبل، فازاي نوصل المرحلة دي؟ عشان نوصل المرحلة دي لازم اطمن الاول. السؤال اللي حضرتك حطيتيه لو تفتكري في الايه في الحلقه اللي فاتت، لماذا يصر البعض على البناء المخالف؟ فكان النهارده اجتماع في المساحه العسكريه، في رئيس هيئه رئيس اداره التراخيص بالهيئه الهندسيه، في اربع جامعات، عين شمس، كفر الشيخ، واقول لك الجامعات ايه اللي جبناهم، اسكندريه، الغربية، بنها، بالمحافظات طبعا بتاعتهم، في قيادات وزارة الزراعة. وكان هنا الجلسة مهيئة للآتي. أولا يا أخوانا بالنسبة للكرة، الكرة لما أنتوا بتطلعوا التراخيص بتاعتها اللي بيتقدم بيها المواطن، معظم الوحدات بتقول له والله مش هنقدر لأن أنت خايف من الأحوذة، هتقول لنا إمتى هتنتهي من الأحوذة يا رئيس هيئة التخطيط العمراني؟ فيجي يقول لك مثلا انا قدامي اربع سنين. اربع سنين ايه؟ احنا على باله اربع سنين دي يكون شويه اللي فاضل من الاراضي الزراعيه هيكون اتاكل، واخد بال سيادتك؟ فتبداي تخشي معاه في التفاصيل والمعوقات اللي عنده. نخش بعد كده على بقى الاشتراطات البنائيه داخل المدن والعواصم. هنا الرقم كاشف، انت من 2021 ل 2024 قول لي يا جامعة القاهرة، قول لي يا جامعة اسكندرية، قول لي طلعت كام رخصة؟ فتلاقي مثلا حضرتك اسكندرية اللي تعدادها يتجاوز 6 مليون نسمة، في من 2021 ل 2024 طلعوا رخصة واحدة بس. واحدة. حضرتك متخيلة؟ رخصة واحدة بس. واحدة؟ واحدة. طب ما هي الناس ما هنا بقى الناس تعمل ايه؟ الناس هتخالف، يعني احنا طبعاً اللي حطينا العقبه امام الناس، فلما تقول لي رخصه واحده يبقى الناس هتخالف وهتعمل بنا مخالف طول ان انا ما بفتح لهمش الباب للبناء السليم. هو ده. تعالي طب يمكن اسكندريه مريح حبتين، نخش على جامعه اسيوط، طلعت كام يا جامعه اسيوط ويا محافظه اسيوط؟ طلعنا تسعه. تسعه؟ طب تسعه. طيب حضرتك تعالى بقى يا جيزه، جيزه اللي هي جيزة بقى 9 مليون. صفر صفر صفر. ده في خلال قد ايه؟ من اول الضوابط، من اول 21، من اول ما حطينا الضوابط الجديده. اذا فانت امام ارقام يعني من 3 سنين يا سياده النائب، من 3 سنين 2021 2024 من بدايه التطبيق. يعني قول سنتين وقع، يعني 3 سنين، 3 سنين طلع صفر. طبعا انا بختصر لك، جلسه استمرت ما يزيد عن 6 ساعات في 10 دقائق. بنخش بعد كده في تفاصيل، بنناقش اساتذه الجامعه، علمائنا الاجلاء، تعالى قول لي انت ايه الموضوع. فتلاقي مثلا يعني اولا على بال ما ابتدى يستوعب اخذت وقت، ثانيا الافاده، لما استاذ جامعي يجي المبلغ اللي هياخده مبلغ لا يتجاوز في الرخصه، يراجع الرخصه ويمضي عليها ويعمل لا يتجاوز ال 3000 جنيه، قرب ال 3000 جنيه. طبعا ما فيش ايه؟ في عزوف. طبعا. شوفي اللي بقى طبعا الا ما رحم ربي، يعني ان واحد بقى يكون يعني مدي هذا العمل لوجه الله يعني. فهنا الارقام دي كانت كاشفه للجميع الحقيقه ان المساله يجب ان يعاد النظر فيها، وعشان كده احنا طلعنا عدد من التوصيات وادينا اجل شهر. وربنا ييسر حالنا. طيب إن شاء الله. ونحن في انتظار ايضا اللائحه التنفيذيه لقانون التصالح، متوقعينها امتى سياده النائب؟ والله هي مفترض خلاص ده ايام، لان هو 3 شهور ايام يعني. بجد الحاجات بقت بتطول. يعني شوفي طبعا في يعني في وقت، لكن هم وذن السقف اللي موجود في القانون اللي هو 3 شهور. فعشان كده يعني خلاص احنا امام ايام بسيطه وننتهي من اللائحه باذن الله. طيب عموما لما اللائحه تصدر لازم هيكون لنا جلسه ان شاء الله عشان نعرف برضو نناقش هذه اللائحه ونشوف ال 2 مليون و800 الف طلب تصالح دول هيعملوا ايه؟ هيتحل حاجتهم؟ هياخدوا الاستماره 10 دي ولا لا؟ هيعملوا احلال وتعليه واحلال وتجديد وكده، ولا
ولا بني ولا هنقف لا هنبني جديد ولا هنصالح ولا هنعمل ايه بالظبط. ربنا معانا اللائحه وان شاء الله نلحق ان شاء الله. شكرا مهندس احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه المجلس النواب، بشكرك على مجهودك. نائب محافظ القاهره المنطقه الجنوبيه اصدرت بيان يخص حي المقطم اللي احنا اتكلمنا عليه، الحمد لله ان هم معانا وصحيوا. يعني المهندسه جيان عبد المنعم نائب رئيس نائب محافظ القاهره المنطقه الجنوبيه قالت انه جميع الاجهزه التنفيذيه والمعنيه باحياء المحافظه لن تتهاون في ازاله العقارات المخالفه مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ القاهرة. وشددت سيادتها على رؤساء الأحياء، خلوا بالكم، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ورصد أي بناء كذا. وفي هذا السياق تبعت الجهود بقى بتاعت حي المقطم ومعرفش إيه، وبيتم بتنفيذ واتخذوا قرار بتنفيذ قرار إزالة الدورين الخامس والسادس فوق الأرض بالعقار الكائن كذا كذا اللي احنا اتكلمنا عليه بالمنطقة كذا، وتجاوز الأعمال متابعة الوضع ومش عارفة. طب كانت فين المحافظة؟ طب كانوا فين الأحياء؟ ده انت استنيت لما اكتمل البناء، كنتوا فين يا جماعة؟ ما هو الناس دي عرفوا يوصلوا لنا، ماذا عن الآلاف اللي ما عرفوش عن يوصلوا لنا؟ في صفحة بقى بتاعت سكان المقطم ابتدوا يحطوا كل مخالفات المقطم. يا حي المقطم انت بتعمل ايه؟ نايم مثلا؟ صباح الخير بنحب نصحيك من النوم، ولا هو لازم الموضوع يجي عندنا فنروح لل يعني انا عارفة انا بحس ان انا بشتغل شغلانة مش شغل يعني مش شغلانتنا دي مش عمل، ولكن ده دورنا برضو ان احنا نسمع صوت الناس ونوصل صوت الناس للمسؤولين. بس هو اساسا دور المحليات، هو المفروض المواطن يروح للمحليات مش المواطن يروح للاعلام. المواطن يروح لحي المقطم ويروح لمحافظه القاهره. اسمعوا الناس على فكره، ما هي الناس مضغوطه، لكن كمان ان انت ما تسمعش الناس في الاحياء هذه كارثه اخرى. اسمعوا الناس ومشاكلهم، حلوا المشكلة قبل ما تتفاقم وتتحول إلى بناء كلي، فيبقى عايز أوناش ويبقى عايز رافعات ويبقى عايز معرفش إيه، تكلفة مهولة كنا خلصناها من الأول. نخرج فاصل. اهلا بكم من جديد. سريعا ثلاث اخبار قبل ما نستقبل الحريفه. كان في اخبار كتيره وشائعات على السوشيال ميديا ان هناك تاخر في اصدار جوازات السفر وانها بتاخد وقت طويل دلوقتي بسبب نقص الاوراق المؤمنه المستخدمه في استخراج جوازات السفر في القاهره والمحافظات، لان الورق ده بيبقى مستورد وفي نقص في الدولار، وبالتالي بيحصل نقص في تأخير في جوازات السفر. للمرة الثانية الداخلية بتنفي هذه الشائعات وبتقول انها شائعات غير حقيقية، وانها يعني وانه الوثائق مصر بالفعل لديها مركز لإصدار الوثائق المؤمنة، وان هو لا تأخير في إصدار جوازات السفر. هذا هو البيان الثاني اللي بتصدره وزارة الداخلية، وبنفس الشأن البيان الأولاني كان يوم 4 فبراير. المصادر أكدت أنه جوازات السفر ما زالت بنفس توقيتاتها 4 أيام عمل لإصدار جواز السفر، والطلب المستعجل بيصدر في نفس اليوم. أما بالنسبة اللي بيصدروا جواز سفر عن طريق وزارة الهجرة من المصريين في الخارج فده بياخد وقت أطول من 6 لـ 8 أسابيع، لكن العادي إن إحنا بنتكلم على 4 أيام عمل أو المستعجل بيصدر في نفس اليوم، ولا صحة لموضوع تأخير جوازات السفر بسبب نقص الورق المؤمن، وده بناء على بيان وزارة الداخلية. وسريعا أيضا النهاردة رئيس الوزراء عقد اجتماعا لاستعراض مقترحات خطة التنمية للعام المقبل 24-25 بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. الدكتورة قالت أنه خطة التنمية في العام المقبل تأتي في مقدمتها التخارج من تمويل بعض الشركات مع السماح
بمشاركة القطاع الخاص تنفيذا لسياسة ملكية الدولة. لم تحدد الوزيرة المشروعات أو القطاعات التي ستتخارج الحكومة أو الدولة من تمويلها لصالح القطاع الخاص، واتكلمت على مخطط محددات الخطة اللي هي الاستمرار في ترشيد الإنفاق الاستثماري. كانت ميزانية هذا العام تضمنت 15% خفض في الإنفاق الاستثماري، أو كان في قرار من مجلس الوزراء، خلوني أكون أكثر دقة، قرار بمجلس الوزراء بخفض 15% من الإنفاق الاستثماري. أيضا محددات الخطة تحسين في تنافسية جودة الخدمات الصحية، الاستمرار في تعزيز الاستثمار العام والحماية الاجتماعية من خلال مبادرة حياة كريمة، تنمية التجمعات التنموية في سيناء، والتركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة سواء الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء وغرب سيوة، ومشروع إنتاج وترشيد المياه. آخر خبر، وزير التربية والتعليم كان عنده اجتماع النهاردة مع لمناقشة توصيات ومخرجات لجنة التعليم في إطار الحوار الوطني، ونتمنى أنه بس هذه المشاركة بين الحوار الوطني وبين وزارة التربية والتعليم أنها يكون لها نتاج مهم في تطوير التعليم، وهو الأساس. الصحة والتعليم ده الأساس اللي احنا عايزين نركز في المرحلة المقبلة. نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل الحريفة هيكونوا معانا هنا في الاستوديو. النهاردة كمان هي بتحتفل ب اليوم العالمي للسرطان. الحقيقة امبارح بس احنا كنا في مبادرة ريحانة، مبادرة ريحانة يعني لتعليم وتدريب وتوعية الفتاة المصرية برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي. كان فيها تعاون مع أيضا بهية للتوعية للمرض بالكشف العادي، البنت تبقى عارفة تقدر تعمل إيه. فيعني شيء مهم جدا إن احنا نلاقي كده الوضع ده والشكل ده، وإحنا كوزارة متعاونين يعني معهم على طول. احنا النهارده في مؤسسه بهية بنحتفل باليوم العالمي للسرطان، وبنرسل رساله دعم لكل محاربات السرطان ومحاربين كمان السرطان، وبنقول لهم ان احنا في ظهرهم وحاسين بيهم. ودعينا سياده الوزير وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي ولبى الدعوه، هو دايما معانا، هو النهارده شرفنا بالحضور عشان يشارك في ماراثون بيجري فيه متطوعين ومحاربات للسرطان، وهو جري معانا وشارك معانا في اليوم. الحمد لله بهية كل مصر عارفة الدور الكبير اللي هي بتقوم بيه من توعية ومن كشف مبكر ومن علاج وكمان من دعم نفسي. فالنهاردة ده أحد أوجه الدعم النفسي، إن بهية بتقول إن الرياضة مهمة جدا. الحمد لله النهاردة حتى اليوم جميل ومشمس، وكان فعاليات وعملنا جارية، وكنا كلنا مع مريضات بهية ومع ناس كتير جدا من جهات كتير جات معانا في اليوم. فاحنا سعداء باليوم ده، ودايما احنا بننشر التوعية لكل سيدات مصر، والحمد لله انه كان يوم جميل. ممتنة جدا لبهية في كل حاجة حلوة بتعملها لنا. بهية عجبتنا وبالدواء، والحمد لله انا يعتبر متعافية في مرحلة يعني السنة الأخيرة من الهرموني، وبهية يعني بصراحة يعني ادتنا كل أمل وكل تفاؤل في الحياة، بعد ما كان الواحد ما عندوش أمل لما اكتشفنا المرض، ولكن في ما دخلنا بهية حسينا في دعم نفسي بيدعمنا وفي اهتمام طبي فائق بصراحة. أنا عملت العملية وأخدت الكيماوي، ما تكلفتش ولا جنيه. ثانية بس يا جماعة، هم جايبين لكم صلاح ومانيه بجد؟ بس أنا حكايتي ما بدأتش كده. هاي ماجي، وات إيه بيوتي ماجد، أنا مش هتصور معاك تاني في حياتي. أنت لعيب كبير كده، مش هبطل اللي أنت بتعمله ده. بطل أنا ليه؟ إيه اللي فيه ده؟ اتفضل. ما تقول من مدرستي أمس. يلا ما تشدش العين، أزرق تعالى هنا، بيحترموا اللي بيعرفوا يلعبوا كرة أوي. طب إيه، أنا معاكوا يعني في الماتشات اللي انتوا بتلعبوها دي ولا لا؟
احنا ما بنلعبش ببلاش. احنا داخلين الماتش ده على 3500 جنيه. ايوه يا حته ماجد يا عم. يا جماعه انا لقيت البطوله دي اونلاين. هو واحد بس اللي يقدر يخلينا نخش البطوله دي. بطوله ايه اللي عايزين تشتركوا فيها باسم المدرسه؟ ما تقلقش يا محمد بيه، العيال دول هيشرفوك وشرفوا المدرسه. النهار اسود ده جاب لنا منتخب مصر. الخماسي ما فيهوش هزار، لو حاربنا عشان خاطر بعض هنكسب اي حد. معايا اوردر باسم المدام لالا. لالا انا بحبك. حاجه عملت لك توت اجمد من الابواب. الحقيقه انا كنت معدي من قدام النادي لقيت ماتش كوره فقلت طب هو يعني علم كون عالمي يا ابني. ايه عندنا ماتش بقى؟ ليه يا حته ليه؟ ليه؟ كل مره كده كل مره. وانا عملت ايه؟ انتوا مغاليين مش عايز اشوف حد هنا. انت هتخسر الماتش الجاي. شد البصر يا ما فيهاش الفلوس كتير. احنا مين؟ لا احنا الحريفه الحريفه. هاتولي شاي واي سندوتش نعض فيه كده على حاجه جعان. ودول الحريفة وسط منافسة شديدة جدا بين أفلام السينما هذا الموسم تصدروا يعني أفيشات وتصدروا الأرقام، وقدر مجموعة من الشباب بعضهم بيمثل لأول مرة وبعضهم بيخرج لأول مرة إنهم يحصدوا أعلى الإيرادات. إزاي؟ دي أسرار الحريفة. ربما لأنهم بيمثلوا أحلام شباب كتيرة زيهم في النجاح، ربما لأن الفيلم بيتكلم عن معشوقة الجماهير كرة القدم، ربما لأن السينما بقالها فترة بعيدة عن الناس الحقيقية وبقت كلها حاجات مقفولة، يا في كومباوندز يا في أكشن يا في قصص غير واقعية، وهم كانوا شبه الناس. ربما لأن الكتابة والإخراج والموسيقى صنعت منظومة يمكن ما تكونش الأعلى تكلفة لكنها الأقرب لوجدان مشاهد السينما من الشباب. تخرج من فيلم الحريفة عندك إحساس إنه ممكن وسط كل الأزمات ممكن، لكن مش بالفرد بالمجموعة. الحريفة فيلم ينتصر للحلم، ينتصر لأحلامنا كلنا، ويحرضك إنك تفضل تحلم وتتمسك بحلمك حتى لو كانت الظروف صعبة. ساعات الحلم بيكون هو الطريق الوحيد للحياة وللنجاة. شكرا ليكو على الطاقة الإيجابية اللي انتوا اديتوهاني. انا دخلت الفيلم ده وانا كان فعلا مودي متضايق جدا، ما كنتش داخلاه عشان انتوا كنتوا هتبقوا ضيوفي. انا رحت قطعت تذكرة سينما في يوم الظهر عادي جدا وقلت انا متضايقة انا زهقانة، طب اروح ايه؟ دخلت على الشباك وقررت ان انا ادخل اتفرج عليكو. بجد شكرا ليكم ان انتوا اسعدتوني زي ما انا متاكده ان انتوا اسعدتوا شباب كتير جدا انا شفته خارج بعد كده في حفلات تانية. وعلى فكره الحفله اللي انا كنت فيها كانت فل، وكانت الظهر في يوم عادي وسط الاسبوع وكانت حفله فل. وانا سالت الناس انتوا انبسطتوا ليه؟ قالوا لي لانهم شباب ولانهم شبهنا ولانهم زينا. فانا عايزه اشكركم على الطاقه اللي انتوا اديتوهاني، واشكر طارق الجنايني المنتج الجريء المغامر اللي دايما عنده فكرة مستنيرة. فأنا عايزة أشكركم وأقدمكم بقى. فطارق الجنايني طبعا المنتج، ونبتدي نشوف الحريفة بقى. نور النبوي ماجد ابن الناس، أحمد غزي ششتاوي، وده خريج ليدز يا جماعة، لا قالوا لي من شوية أنه خريج ليدز في بريطانيا. كزبرة حتة، ده مش خريج ليدز، هنقول هنعرف دلوقتي هو خريج ايه. وعبد الرحمن محمد عمر، واحيانا نضارة. والكاتب اياد صالح، والمخرج رؤوف السيد. اهلا بيكم وشكرا مرة تانية. وقولوا لي بقى ايه سر الحريفة؟ ايه سر الحريفة يا طارق؟ ايه سر ان انتوا قدرتوا تجيبوا كل الايرادات دي في وقت مش سهل؟ هي اولا طبعا دعوات والدتي، دي حاجه مقتنع بيها تماما يعني. لا. والله امك دي ست الكل، ربنا يخليكي. بس فعلا والله فعلا بليف زنمي قوي وبتدعي لي من قلبها قوي، واي بليف ان فعلا اللي والدته راضيه عنه يمشي على المايه يعني. فدي حاجه انا متاكد منها. الحاجه الثانيه بيتهيالي احنا قعدنا مع بعض 5 دقايق قبل ما نطلع هوا، انت شفتي الروح بتاعت الناس كلها عامله ازاي.
اكيد معانا سكريبت حرفي جدا جدا جدا، معانا مخرج شاطر جدا، وحاجه تحسب لرؤوف جدا بصراحه ان رؤوف خلق حاله ما بين الناس كلها، كانوا صحاب قوي، فعمرنا وقت التصوير ما كان فيه الاتيتيود بتاع ان احنا في تصوير، ان حد عنده حاجه متاخر عليها، او انه حد عايز يمشي لسبب ما، او انه حد عنده حاجه تانية. بالعكس، احنا من قبل ما نخش نصور الناس بقوا صحاب قوي اون كاميرا واوف كاميرا، وبالتالي دي حاجه من الحاجات اللي الناس شافتها على الشاشه. الرجاله دول لو ما كانوش بيحبوا بعض وما كانوش في ظهر بعض وما كانوش سبورتيف مع بعض جدا، لان مثلا حد زي نور كان الاكثر خبره، وحقيقي مش عشان قاعد جنبي يعني، بس هو ما بخلش على اي حد باي حاجه. ممكن يكون غزي دارس اكتر شويه، برضو ما بخلش على حد من الجداد بحاجة. كزبرة حقيقي شاطر جدا وشاطر بالفطرة، وغالبا هو لسه ما يعرفش هو شاطر لأني مرحلة، بس كان داخل من الأول عنده ثقة كبيرة جدا في نفسه. أنا هخش يعني، كان حتى في قعدة ليه مع رؤوف من الأول، أنا عامل أي دور يعني، شوف إيه أنا عايز أمثل، هو أنا جاي أمثل يعني أمثل. عبد الرحمن نفس الحاجة، برضو راجل شاطر بالفطرة، فالحمد لله بيتهيألي انه ده اللي وصل للناس اكتر حاجه، انه فكره انه لما بيبقى الناس مع بعض زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي واحده واحده، بيقدروا فعلا ان هم يعملوا اللي ما حدش يعرف يعمله لوحده يعني. انا لازم اقول لكم انه يعني نور انا اعرفه من زمان وشفته في الشغل وشفته يعني شخصيا، فنور اتوقع له النجاح. انتوا بجد كنت مفاجأة بالنسبة لي، غزي، كزبرة، عبد الرحمن، وفاجئتوني جدا يعني، فاجئتوني بهذه التلقائية والطبيعية والإحساس يعني كزبرة أنت أول مرة تمثل، ده شيء مبهر بالنسبة لي يعني، غزي أنت عامل دور جبار، عبد الرحمن أنا ما بطلتش ضحك يعني، حقيقي كنتوا مبهرين. أنا عايزة أعرف برضو إيه سر كنت متوقع انه اول اخراج ليك يعمل ايرادات؟ يعني كنت متوقع اللي يعمل ايرادات بطريقه معينه، انا كنت خايف ان الفيلم ما يتشافش، ده كان اكبر خوف بالنسبه لي ما يتشافش لانه عمل اعلى ايرادات. بالظبط، بس انا كنت يعني حتى كنت بقول للاستاذ طارق، قلت له يعني الفيلم ده لو يعني لو اتشاف ان شاء الله هننجح، بس انا احب اشكر جدا يعني قبل ما اتكلم الغير طبعا الكاست والشباب اللي مش موجوده زي سولي وزي لودي وزي كابتن ميدو طبعًا. وزي بيومي فؤاد، انا عايز اذكر الكرو نفسه. هو ده اكتر، ده الجندي المجهول اللي في القصه يعني، من فريده فؤاد الستايلست، من احمد جمال ديكور، كريم سعد الايديتور، استاذ محمد مختار مدير التصوير، يعني هم دول بجد الناس التيم ورك، الوايلي مزيكة الوايلي مزيكته كانت هايله يعني، دي الناس فعلا هي دي الناس التيم ورك اللي حصل ده، وهو ده عشان كده طلع صوره وكده. اول اخراج ليك؟ لا ما كنتش، لا الصراحه ما كنتش خايف، انا في الشغلانه دي بقالي كتير جدا، فيعني حضرت لها كويس جدا، بنشتغل بطريقه معينه، فلا ما كنتش خايف خالص صراحه. اياد يعني انت بتكتب عن مين؟ يعني انت كنت عايز توصل لمين؟ يمكن كنت بكتب على الناس اللي انا شفتهم في المدرسه، الناس اللي انا يعني عشت معاهم. انت كنت في انهي مدرسه؟ المدرسه الاولانيه؟ لا في مدرسه الابطال. مدرسه الابطال. وكان عندي تجربه شويه شبه كده، ان انا كنت عايش بره مصر وبعدين جيت في مصر، فالفكره التشوك دي اللي ما بين عالم وعالم تاني، وانك تعرف ناس جديده، يمكن حتى في تجربه شخصيه يعني جزء من الموضوع. وكنت لما بعد ما كتبنا السيناريو وابتدينا نقراه مع بعض، كنت ببقى مستغرب ان هم عندهم نفس القصص، يعني اللي هو المدرس اللي بيحب الكوره وبيلعب مع الناس كوره فيقولوا اه احنا عندنا المدرس ده، الشخص اللي بيسرق السندوتشات من زمايله اه يعني، فكلنا تقريبا عندنا نفس القصص بس باسماء مختلفه بشخصيات مختلفه. يمكن انا بشوف انه احنا عملنا حاجة حقيقية، اللي خلاها حقيقية اكتر المجهود اللي بذلوه هم عشان تبقى قريبة للجيل الصغير، يعني الطريقة اللي هم تعاملوا بيها مع الحوار مع المشاهد مع التفاصيل بتاعت كل شخصية، انها تبقى متصدقة جدا للجيل الصغير اللي بيدخل السينما. هل كانوا هم بيدخلوا الجمل الحوارية بتاعتهم؟ احنا عملنا بروفات ترابيزة لفترة طويلة، قعدنا 3 شهور تقريبا بنعمل بروفات ترابيزة، ورؤوف بيعمل معاهم ماتشات كورة عشان يتمرنوا وتدريب وبتاع، لدرجة أنا في الوقت ده كنت حاسس إن إحنا مش هنعمل الفيلم،
لان احنا بنحضر الفيلم زي الامريكان، فاللي هو واضح ان احنا الفيلم ده مش هيتعمل، بنحضر 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 بجد قوي وبطريقه منظمه جدا. احنا اتكلمنا ان احنا داخلين بجد، قلت له الفيلم ده هيتصور ولا احنا هنقعد نحضر كتير. فاعتقد ان التحضير ده هو اللي كمان خلى الحوار اللي في الفيلم والمشاهد الفيلم تبان طبيعيه جدا. قولوا لي بقى حريف، ايه ازاي عرفتوا تعيشوا مع بعض؟ نور، ازاي انت عرفت تجمع كل هذه المجموعه؟ انت الاقدم فيهم في الشغل، انت يمكن عندك سوابق في العمل اكتر، ازاي عرفتوا تتجانسوا مع بعض؟ اولا مساء الخير على مساء حضرتك، بنبسط دايما وانا مع حضرتك. كلمه بس احب اقولها للامانه على الفيلم ده قبل ما اتكلم على الحريفه ككاست، زي ما استاذ رؤوف قال، الكرو كل الناس اللي ورا الكاميرا، لو في سر حقيقي لهذا الفيلم فهو يبدا من عند استاذ طارق جناني. الخلطه اللي هو عملها جوه الفيلم مرعبه، انا وانا بشوفها بتتعمل، وانا بشوف هو عملها ازاي وبدا ازاي من اول الكاست للكرو لاختيار كل العناصر، شيء يعني انا ما صدقوش بسهوله. يعني انا كنت ببعت له مسج اقول له انت بتعمل حاجه في الفيلم انا فرحان قوي بيها ان انا بشتغل في الفيلم ده. استاذ رؤوف الستراكشر والسيستم اللي مشي بيه في الفيلم ده هايل، هو خلانا عندنا الروح اللي نعرف نمثل بيها. استاذ اياد صالح كاتب، يعني كنت دايما اقول لاستاذ طارق الجناني انا بشوف سكريبت مكتوب على المسطره، يعني الحاجات احنا داخلين للامانه عشان ابقى صريح على حاجات جاهزه، يعني احنا واخدين استاذ محمد مختار مدير التصوير انا بعشقه كمان، وهو كان مدير تصوير راجعيني هوا ودلوقتي امبراطوريه ميم كمان، انا بعشق الشغل معاه، استاذه فريده فؤاد، استاذ كريم سعد المونتير، كل الكرو لازم اشكره من هنا لبكره لان هو اللي قدمنا وهو اللي حمانا بهذه الطريقه. تاني حاجه الحريفه اقول ايه ابدا احكي لي عشان كل واحد فيكم هيحكي لي بقى ازاي عرف يندمج في الجو ده. اولا غزي، احنا كنا عارفين بعض شويه يعني قبلها بشويه، بس هي تحكمنا مدارس واحده في التفكير، فسهل احنا كنا سهل مع بعض، يعني تقريبا انتوا اقرب اتنين لبعض في التفكير الاصلي. يعني اقول لحضرتك حاجه، في التفكير الاصلي طلعنا كلنا قريبين من بعض للامانه، عارفه ليه؟ عشان كل الناس دي قلوبها طيبه حقيقي، ملهاش بقى علاقه بالتفكير. كل اللي انا قابلتهم دول ناس قلبها طيب، كزبره ده اطيب قلب انا ممكن اقابله في حياتي، امتع واطيب قلبه ويساعدك، وهو جميل عبد الرحمن، ما في محضنك تاني بقى عبد الرحمن ما فيش اجمل منه، سولي، نور ايهاب، خالد الذهبي، لودي ريما، مصطفى البنت الصغيره اللي لعبت اختي. هو ما انا ما اقول لك حاجه، انا مش مسؤول عن اي شيء عشان ابقى صريح، ولا جمعتهم ولا عملت حاجه، هم ناس كلهم محترفه من اول يوم، ما بيهزروش. استاذ رؤوف عمل بروفات كامله لمده 3 شهور، استاذ طارق خلانا نعمل بروفات كوره لمده 3 شهور بنتمرن كوره، يعني حرام بصراحه. حاجه من الحاجات اللي كانت فارقه معانا قوي ودي كنا متفقين عليها انا ورؤوف واياد من الاول، احنا بتوع كوره، احنا بنلعب كوره لسه أصلاً. كل اسبوع لغايه دلوقتي كلكم بتلعبوا كوره؟ احنا بنشتغل كلكم حريفه يعني؟ يعني كان في كانوا بيلعبوا كلهم بس ما يعني ابتدوا يعني يتمرنوا اكتر وقتها، بس انا ورؤوف بنلعب كوره كل اسبوع مرتين، اياد دارس كوره كويس جدا، يعني احنا دايما عندنا حاجه بنهزر، احنا بنشتغل لما ما بنبقاش بنلعب كوره، انما فكان فارق معانا قوي قوي كمان ان احنا فكره ان الكوره تتصور باحسن صوره ممكن، انه ان احنا لما بنتفرج على حاجات بتاعت بره فيها كوره احنا بنبقى بنعلق انه ايه ده، هو ازاي مصورين دي كده وازاي عاملين كده، ما عندهمش النو هاو اللي عندنا. فده مع الكاميرا كرو كله اللي كان مع ميخا، مع محمد مختار مدير التصوير، مع الاجتهاد اللي هم عملوه في الكوره ده لوحده كان دافع مهم جدا ان اللي بيتفرج مصدق اللي بيحصل. احنا ما كانش عندنا واحد ما بيعرفش يجري كويس، ما كانش عندنا واحد ما بيشوطش عدل، ما كانش عندنا واحد بتاع، وده برضو نشكر عليها عمر الكوريوجرافر بتاع الكوره، برضو تعب معانا. كان معاكم كوريوجرافر؟ كان معانا كوريوجرافر مدرب كوره، مدرب كوره، ان اوردر ان كل حاجه تعمل ليها علاقه بالكوره تبقى حقيقيه جدا، ما حدش يجي يقول لك ده هو ازاي ازاي بتتشاط كده، ازاي بتعمل كده، ازاي بتاع. اللعيبه اللي جبناهم اللي كانوا بيلعبوهم في البطوله كانت فرق كوره،
يعني فيها احمد ابني كان طالع في فريق محمد هيثم ده بيلعب في الاهلي وولد شاطر جدا، كان الولاد كلهم لعيبه بجد. فالناس صدقت، فالناس صدقت، فالناس غزي. يعني انت اشتغلت حاجات بره في ذا كراون، حاجات بقى انترناشونال يعني انطلق الى العالميه، واشتغلت في مصر ايضا. الحريفه بالنسبه لك ايه؟ الحريفه اولا انا مبسوط جدا ان انا هنا حبيبي، لو نورتنا. ويعني كنت عايز اشكر برضو الكرو قوي، بس استاذ رؤوف ونور سبقوني، بس فعلا يعني عايز اشكرهم جدا يعني واحنا على الهوا. انا الحريفه بالنسبه لي كان حاجه كبيره جدا جدا، لان انا كنت مبسوط قوي ان احنا بنعمل تجربه شبابيه جديده، بنقدم من خلالها حاجه جديده، وكانت روحنا كلها فعلا في اللي احنا عايزين نعمله ده. يعني ما فيش حد بخل في حاجه، كله فعلا حط مجهود وبذل مجهود مش طبيعي عشان يقدر يطلع ال 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 الشغل بتاعه باحسن صوره ممكنه. وحقيقي كان بالنسبه لي تجربه مختلفه جدا وتجربه طبعا عزيزه قوي على قلبي. يعني انت خريج ليدز، يعني من مدرسه، يعني بدون ان يعني الفيلم ده كان فيه فكره الفوارق الطبقيه طبعا، ازاي واحد جاء من مدرسه انترناشونال نزل مدرسه حكومه عاديه. طيب انت ازاي قدرت تلوي لسانك كده؟ قعدت بقى مع كزبره ولا عملت لا 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 هو هو هو, هو يعني انا ما اعتقدش ان هي حاجه فلويه اللسان على قد ما هي حاجه في طريقه الكلام تلقائيا لوحدها، بعد طلعت تلقائيا لوحدها بعد ما قعدت اشتغل شويه. يعني انا وكزبره في الاول خالص يعني قررنا كده ان احنا ننفصل شويه مع بقيه الشباب ونبعد عن نور شويه، عن ابن الناس. عن ابن الناس. فاعتقد في الفتره دي لما بعدنا شويه فعلا كلنا كده هضمنا واستوعبنا حاجات كتيره جدا جدا. وفي حاجات بقى ابتدت تطلع مننا، احنا بقينا بنبص لبعض ونقول بص ده في حاجه طلعت هنا، ده في حاجه طلعت هنا. والشغل مع استاذ رؤوف كمان، البروفات الكتيره اللي احنا عملناها، يعني اعتقد الحاجه دي اتكونت واحده واحده جوايا من غير يعني ما انا فعلا اكون بحاول اعمل حاجه. كزبره نجم النجوم بقى، اول مره ينزل واول مره يعني انت كنت حاجه يعني والله عين حضرتك اللي حلوه والله. والله لا بجد ده الناس مش يعني انت مغني مهرجانات كويس؟ مش يعني مغني مهرجانات ده نوع من اللي انا بعمله، من الفن اللي انا بعمله. لا ده حاجه يعني حاجه يعني الناس بتحبها جدا، عندك جمهور ضخم، ناس بتحبك على السوشيال ميديا. ايه اللي خلاك تروح التمثيل؟ هو انا اصلا في الاول كنت اصلا عايز امثل اصلا، بس انا طبعا عشان من منطقه شعبيه فما كنتش محاط بحاجه توديني المنطقه دي ان انا امثل ازاي. فابتديت ان انا اعمل اي حاجه تزهقني بصراحه، يعني ان انا اغني بقى، اعمل سكتشات، اعمل اي حاجه ان انا اي حد يشوفني بس ان انا امثل. فابتديت اشتغل على السوشيال ميديا، قلت ايه اكتر حاجه هتوصل مثلا الانسان ده لمنتج يشوفني، المخرج كويس يشوفني، اي حد، اهم حاجه امثل. فكان بس التمثيل كان الحلم الاولاني. الاولاني مش الغنى. لا الغنى ده انا بس انت شاطر في الغنى جدا يعني. ما عشان بمثل اللي انا بغني. جامده دي اصل انا صوتي مش حلو، بس انا بمثل اللي انا فهمت. صحيح حلمي بكره اتخانقت معاه وكده؟ ما اقدرش، ده استاذ طبعا كبير والله، يعني ده استاذ وما اقدرش ان انا اتخانق معاه جدا. ازاي حصل بينكم خلاف في الاول يعني؟ لا ده هو كانت حلقه كده، ما يمكن هو ما بيحبش نوع الغنى ده، سوء فهم بسيط، وهو ما كانش حابب نوع الغنى ده، المزيكا ده، ف ما فهمنيش، ما فهمش انا حابب اقدم ايه بصراحه. فحولنا الموضوع لسكتش بسيط كوميدي كده بس. طب انت بقى مين اللي شافك، مين اللي اختارك؟ انا طبعا يعني دي دعوه امي فعلا زي ما استاذ طايق بيقول. احنا قاعدين بقى بدعاوي الامهات هنا. والله استاذ طايق هو اللي اكتشفني، هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. اكتشفته ازاي يا طارق؟ والله ما حد صاحب الفضل، هو كان كده كده هيكتشف، هو خطير. انا بالصدفه في مره بقلب على انستجرام فلقيت فيديو لواحد كزبره، يعني زي ما انت شايفه كده رفيع وبتاع، داخل على واحد الاوضه وبيزعله، عامل سكتش بيهزق. قعدت اتفرج على بتاع يوميها 4-5 مرات، ميت على نفسي من الضحك. بعته لاولادي،
لقيتهم بيقولوا لي يعني حسوني طبعا ان انا يعني جاهل جدا، انت ما تعرفش كزبره ولا ايه يعني. ف اتسحلت بقى معاه يومين في كل فيديوهاته وكل حاجاته وكل بتاع. وهو فعلا زي ما بيقولوا بره را تالنت، هو موهوب جدا 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 جدا. ف كان الفكره بس ان ازاي نشتغل مع استاذ رؤوف على ازاي ان احنا نوظف التالنت ده، ازاي ان هو نقدر نطلع منه كل اللي نقدر نطلعه. وهو فعلا يعني هو ربنا سبحانه يعني مديله قبول كبير جدا، ناس بتحبه بسرعه جدا. تضحك ليه يا نور؟ ها؟ بتضحك ليه؟ انا بحبه فعلا. انا يعني انا بفتكر دلوقتي الكواليس بتاعت كزبره في عمل فيكوا ايه؟ لا اولا لازم حضرتك تتحضري كواليس استاذ رؤوف مع كزبره وهو بيشرح له ايه الكلوس وايه اللونج وايه يعني والراكور الراكور ويعني كل الحاجات دي كزبره ما كانش يعرفها. فهي كانت بس هو كان تتقال له مره خلاص. بس كانت خبره يعني. انا كنت مستمتع وانا بتفرج على استاذ رؤوف وكزبره. اتعلمت ايه كزبره من القصه دي كلها؟ من انت هتكمل في التمثيل خلاص؟ انا بعمل حاجه اهو في رمضان ان شاء فعلاً. الله فعلا. عندك ايه في مسلسل كوبا مع استاذ محمد امام، استاذ احمد شفيق المخرج. محمد امام ده انت وصلت يا عم. الحمد لله. خلاص بعد كده تعمل بطوله ان شاء الله. انطلقت يعني. بس انت سعيد ان انت وصلت للحاجه اللي انت عايزها؟ طبعا وصلت، وسعيد ان انا وصلت بالشكل اللي انا كنت عايزه، اللي هو بجد يعني. انا ما وصلتش ان انا مثلا عملت فيلم ونجح، لا انا كسبت اخوات بجد واهل يعني. هو لحد دلوقتي اي حاجه انا بعملها بكلم استاذ طايق، بكلم نور، بكلم غزي، بكلم استاذ رؤوف، بكلم عبد الرحمن، بسالهم يعني اخواتي هم اللي بيدلوني على الصح. وبيسالنا كلنا وبيعمل حاجه ثانيه خالص. مفيش حاجه من ولا لا. اللي هو انا فعلا مبسوط اللي انا اشتغلت يعني، كان اول تجربه ليا مع. اصعب حاجه كانت عندك ايه في في فكره التمثيل اصلا؟ كانت اصعب حاجه ايه؟ لا هو بصراحه انا كنت مستعد يعني، كنت حابب، فما كانش بالنسبه لي حاجه صعبه بصراحة. ولا حاجه بالنسبه انا عشان حابب، فاهم؟ انا مختار ده اصلا فعادي جدا، مع اني اتبهدلت كوره وتمارين لان انا ما كنتش بعرف اباصي اصلا. فكان بس كنت مبسوط ان انا كده انا في المكان الصح. عبد الرحمن انت اصغر واحد فيهم. ده عندك كام سنه؟ 22. 22. احنا اتكلم انتوا اعماركم كام يا شباب؟ 25. 25. انا ما بعلنش على السن بس خلاص. عشان نعتبر في العشرينات برضه. ففي النهايه انتوا كله عشرينات، وخالد طبعا برضه، خالد دهبي برضه اي 25 مثلا تقريبا ولا حاجه، فكله عشرينات. بس انت اصغر واحد يا عبد الرحمن. بيتهيالي لا سليم الترك اصغر. سليم الترك معانا اللي كان عامل دور كريم سلهوب. سلهوب اصغر سنا. دي بالنسبه لك انت مثلت ايه قبل كده بقى؟ هو احنا يعني فيلم الحريفة، وكان في نفس الوقت التصوير، برغم انه نزل قبله فيلم مستر اكس مع استاذ احمد فهمي. فالاتنين بالنسبة لي كانوا تجربة، انا بتعرف على العالم ده، انا اللي هو يعني تمام. انا من بدري بحاول بعمل حاجات تانية ملهاش علاقة بالتمثيل قوي، وحاجات معتمدة على ان انا اكون عبد الرحمن مش ان انا اكون كاركتر تاني. فبالتالي لا احنا دلوقتي هنعمل حاجة تانية خالص. انت دلوقتي المفروض تبقى شخصيه تانية وتبقى متصدق كمان، ودي بالنسبه لي كانت حاجه يعني. دي القضيه بتاعتي اللي بفكر فيها في الموضوع كله، اللي هو طيب دلوقتي، خصوصا كمان ان هو المفروض يعني الدور اللي هو معتمد شويه عليه، خصوصا هو الدور بتاعه هو عمر وحته في الفيلم اللي هو كزبره، اللي هو المفروض هم دول الكوميك ريليف بتاع القصه، ان هم لو في الضحك هيجي من هنا في الفيلم. فاللي هو تمام ازاي الناس تتقبله، ازاي الناس ما تحسش ان هو ظهوره تقيل، ازاي الناس ما تحسش اللي هو انت في اللي هو زي ما نقول كده بيستظرف. فالحاجات دي كانت بالنسبه لي اللي هو يعني كانت قلقاني، بس يعني احنا بالشغل كتير مع الاستاذ رؤوف ومع المجموعه كلها، فاللي هو الحمد لله ده اللي طلع يعني. انا بس انت بتعمل ستاند اب كوميدي اصلا. فانت متعود على اضحاك الجماهير يعني. انت الستاند اب كوميدي ده مش قايم قوي على الافيهات على قد ما هو قايم على الكتابه المظبوطه اللي بتضحك الناس. قائم كمان على فكره انه الناس تبقى مشدوده للي بتحكيه، حتى لو الناس مش بتضحك في كل حاجه، بس الناس انت على الاقل الناس قاعده متسليه حابه تسمع من الشخص ده. بس في الفيلم الموضوع مختلف تماما، انه خلاص اللي هو الستاند اب على الاقل لو الشو ما كانش حلو فممكن اكون انا اللي مش حلو، انا العامل الوحيد اللي متحكم في المواضيع. لكن الفيلم فيه عوامل اخرى كتير، فاللي هو
طب يا ترى انا هبقى جوه ده هألائم العمل كله؟ هألائم يعني هبقى. انا بس عايز اقول لك مش عايز اقولها في الدنيا عشان ما ابقاش عايز اقول كده. اديك واحده في الدنيا اديني واحده جامده جدا. انا اسف جدا والله. لا لا والله ده كويس يعني. انا عايز اقول حاجه عن التيم كله، انه هو بجد من اول لحظه هم صغيرين بس هم اكبر بكتير قوي من سنهم كوعي. بمعنى ان نور مثلا، انا فاكر احنا اول مره قعدنا على السكريبت قال لي انا بحب الفيلم ده عشان الفيلم ده بيدي امل. بالظبط. فانا في لحظه كده بصيت له اللي هو ايه ليه تقول كده، يعني قول انا حاسس الدور حاسس يعني اتكلم على بس فكره ان انت شايف الحاجه اللي في النص. غزي قعد كتير يسالني على ايه اللي عن ششتاوي تعرفه مش مكتوب. يعني ايه هو في حياته بيسال على تفاصيل بره الشخصيه. عبد الرحمن فاهم سكريبت رايتنج لان هو بيكتب الستاند اب بتاعه، فهو فاهم الكوميك ريليف ان ده الجزء اللي بيضحك، العلاقه اللي ما بينه وما بين حته هو المفروض انه هيبقى ما يبقاش عبد الرحمن يبقى عمر. يعني في درجه كده من النضج كبيره عندهم كلهم. انا شايفها من اول لحظه انها كانت حاجه مبهره واحنا بنحضر. انا اظن كمان ان في صدق، يعني كزبره بينقل لنا حاجه، بينقل لنا حاجه من منطقه شعبيه. غزي بينقل لنا حاجه برضو في صدق ما انا حسيت بيه. برضو عبد الرحمن كلكم كنتوا بتنقلوا لنا حاجه انا حسيت انها صادقه جدا من كل واحد فيكم. انا الصدق ده وصلني انا كمشاهد. دي اجمل حاجه الحمد لله، انه ناس كتير خارجه من الفيلم بتتكلم على انه انا حسيت ان انتوا صحابي، انا حسيت ان انا اعرف ناس زي كده. دي اجمل حاجه. الواحد شاف نفسه في الكاركتر. يعني اعتقد دي حاجه لو حاول الناس تعملها بمعادلات ازاي نطلع الناس تحب الشخصيات دي في الحقيقه، اعتقد ملهاش معادله، ملهاش فورمولا. دي شطاره يعني. استاذ اياد بصراحه ان هو كاتب ورق حقيقي. يا كزبره بسمي استاذ اياد ايه؟ القلم الجايح. هو كاتب حقيقي. حلوه دي قوي قوي قوي. القلم الجايح. هو كاتب حاجات حقيقيه فعلا. انت كلامك كويس يعني، في كده جمل تجاره خارجيه. انت بتكتب اصلا تجاره خارجيه؟ لا انا الغنى الاغاني انت اللي بتكتبها؟ انا اللي بكتب لنفسي. تكتب لنفسك؟ وبألف كمان بس مش هقطع عليك والله استاذ اياد. قلم الجارح. طب نشوف مشهد من الحريفه ونرجع تاني. حبيبي سلم عليا. طيب خش حبيبي. السلام عليكم. برضه انت اللي شايل كل حاجه؟ صعب. ماما دول صحابي من المدرسه، احمد ششتاوي، جلبرتو، احمد حمدي وعمر. اهلا اهلا. فيكوا الخير والله. اتفضلي يا ابله. بتعمل ايه؟ ليك انت دي يا حاج. مش ناسيك. لا يبقى خش جوه احسن. لا 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 خدني خش على طول. خش طب اسمع. طيب انت بسلم على طارق عشان رجليك يا طلب موعدنا. ده عصي مش مين. صلي على النبي. ده صلاح مامضي. الله ما شاء الله ما شاء الله. يا دي تعالى يا ششتاوي شوف الجناح ده. يا الله اكبر. في الوكاله ولا ايه؟ وبلاي ستيشن من الغالي ده سايبر. لا انت هنا مالكيش معايا. تمام. انت بتعمل ايه يا ها؟ بتعمل ايه؟ اخويا حاجته حاجتي. حاجته حاجتك؟ في ايه يا اسطى؟ سيب البتاع ده. انت تحت البطن. سيب يا في ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ مالك يا اسطى؟ بقول لك اخويا يا ابني ده مول ده. والله العظيم وحشني. والله وحشني. تشربوا ايه؟ هات لي الطعام اللي انا جايبه لك. لازم تحكوا لي بقى يعني ايه اصعب يوم كان عندكم ايه؟ للامانه اصعب انا اقول ايه ولا ايه؟ انا اصلا كنت كل ايام التصوير من الصبح لبالليل، فانا وهي كانت ايام الكوره ايام يعني للامانه اظن كلنا هنبقى متفقين لانه ايام الكوره هو ثاني يوم كمان اللي هو كنا بنسهر في منتقاش عليه. واستاذ رؤوف بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه عظيمه جدا، بيعمل شوت ليست ويحط لنا يعني هو عنده مثلا المشهد شوتس 40 شوت او 43 شوت، هي دي الارقام، بيحطها في لوحه وبيقول لنا ده 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 هنعمل ده ثم ده عشان ما نتوهش. فهو مشهد ممكن نصوره في 10 او 12 ساعه وكوره ولازم نبقى بنفس الجوده واللياقه
ال 12 ومره انا وغز يعني دخلوا في بعض دخلنا إيه بعض واحنا مع بعض في الفرقه يعني حاجه مش يعني ايه دخلتوا اصطدمتوا ببعض؟ اه برافو. اه هو كان يعني هو اليوم ده لا هو ده كان يوم صعب قوي يعني كان فعلا يوم صعب جدا تالي كان ثلاث ايام بتوع الكوره بالذات اللي هم بتوع لان احنا كمان اصل كمان الكوره مش ثلاث يعني الثلاث ايام بتوع البطوله يعني البطوله دي صورناها في ثلاث ايام بس كان في الماتشات اللي هي في المناطق الشعبيه اللي بفلوس دي الثلاث ايام دول صعبين جدا لان احنا معانا اكستراس كتيره قوي اللي موجودين في المكان والايام الثانيه بتاعه الماتشات اللي في المناطق الشعبيه كل ماتش كان تقريبا بياخد يوم فالسيطره برضو على المناطق الشعبيه صعبه جدا جدا انا فاكر كان ثاني يوم تصوير عندنا كان في الضرب الاحمر ويوميها عرفت ان احنا معانا بطل العالم يعني كان لم الناس علينا حاجه بتاع 4000 طفل متشعبط طبعا بطل العالم في الضرب الاحمر متشعبطين على السور وكلهم ما بيقولوش غير كزبره كزبره وانا اللي هو طب ايوه طب احنا هنروح ازاي بعد ما نخلص يعني هم محترميننا قوي لان هم بره ومتشعبطين على السور وكده بس اول لما نخلص خلاص نضحي بقى بكزبره يعني يبقى اتصابوا ما يكملش معانا ونسيبه لهم ونشوف هنكمل الفيلم ازاي بعد كده بس يعني كان انا فاكر هم ناس يعني بيحبوه جدا جمال انت انت لما شفت لما شفت الناس متشعبطه على السوار عشان تنادي على اسمك ده بالنسبه لي اصلا اكتر حاجه بتسعدني في الدنيا لان الناس دي بصراحه كل ما انجح يعني انا شبههم انا من منطقه شعبيه فهم بيدعموا دي حاجه جميله وتفخر بيها طبعا يعني. ده هم انا كل ما انجح بحس ان الناس بتفرح لي كان مثلا حد في بيتهم اخ ليهم بجد صحيح يعني اقسم بالله بيبعتوا لي كلام اللي هو انا اصلا دي اكتر حاجه مفرحاني عارف ليه لانك انت حلم النجاح ده حلم كل واحد موجود سواء في منطقه شعبيه او منطقه راقيه او منطقه عاديه بس كمان في المناطق الشعبيه اللي احنا كل الناس خارجه منها اصلا سواء من الريف او المناطق الشعبيه بيحس انه النجاح صعب فلما بيلاقيك نجحت بيبقى فرحان في ده الورق اللي كان عايز اقولها في حقهم كلهم لان دي حاجه مش سهله الحمد لله الحريفه ودي حاجه مبسوطين ان احنا وشيرنجت معاكي الحريفه دلوقتي دخل في التوب 10 اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه برافو فدي حاجه يعني الحمد لله اعلى توب 10 اعلى ايرادات السينما المصريه يس في تاريخ السينما في تاريخ السينما المصريه فدي طبعا حاجه يعني كلنا فخورين بيها رقم جدا. تقدر تقول لي رقم ما بنحبش نتكلم على ارقام بس الحمد لله مسطوره يعني انما الحاجه الاهم من كده انه نوع النجاح واللي حصل مع الحريفه ده ما بيتشافش كتير لانه في الاخر احنا لو احنا بنتكلم على التوب 10 واكشلي فيها حاجه تانية برضو ظريفه جدا الحمد لله الحريفه أعلى فيلم في تاريخ السينما المصرية جاب إيراد برا العيدين والصيف ودي حاجة برضو برافو صعبة برافو برافو دي حصرية كل الحاجات دي هنا دي أخبار كلها دي حاجتين أول مرة نقولهم يعني إحنا طول الوقت على فكرة أكتر ناس ما بنحبش نشار إيرادات ما بنقعدش نحاول نقول إن إحنا عدينا مين أو عملنا إيه أو الكلام ده كله وحاجة من الحاجات اللي أنا بجد مقدرهم قوي فيها لأني نوع النجاح اللي الحريف عمله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نوع يروش يعني نوع يخلي اللي رجليه مش ثابته على الارض واللي ما عندوش ثقه كافيه في نفسه واللي ما عندوش ايمان انه ده كان روح المجموعه وعمل جماعي ما كامل متكامل كان يتهز الرجاله دي رجلها على الارض جدا وثقتها في نفسها كبيره قوي 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 يمكن رؤوف اتهز شويه بس لا باظ عمال بقى كل الناس لا انما هم حقيقي مبسوطين بالنجاح جدا منهم اللي ممكن يبقى قلقان منه شويه بس ده القلق عشان الخطوه القلق الصحي طبعا انما احنا زي ما احنا قاعدين كده هم مفيش اي تغيير عن اول يوم اتقابلنا عندي في المكتب لما قعدنا كلنا مع بعض طب يا شباب انتوا فاهمين اللي هو قاله ده مهم جدا طبعا اللي قاله ده ان انتوا عملتوا ريكوردز اول بطوله يعني تبقى النور نبوي اول مره كزبر يطلع دور رئيسي لغزي عبد الرحمن عامل دور مهم انتوا عملتوا ريكورد في ارقام السينما
وده في تاريخ السينما. السينما المصريه تفضل فاكره الحريه. غزي كنت بتتكلم على يوم الكوره. قبل بس ما اتكلم على يوم الكوره، انا عايز اشكر الناس اللي دخلت الفيلم واللي شجعتنا واللي دعمتنا واللي يعني حقيقي ادتنا فرصه ان هم يخشوا يتفرجوا على حاجه مختلفه، لان فعلا يعني احنا بنحبكم جدا جدا وبنشكركم جدا. يعني احنا لما بنتكلم على رقم دلوقتي، سواء بنتكلم على رقم او ايراد او حاجه، فده مش مجرد رقم، هو بيعبر عن ان في كام انسان ادانا من وقته دخل دفع تذكره عشان يتفرج على الفيلم. احنا كنا دايما بنتكلم قبل الفيلم، لما نوري يسالني او غزي يسالني تفتكر الفيلم هيعمل ايه، كنا دايما عندنا حته احنا عارفين ان احنا عاملين ويل ميد فيلم، عاملين فيلم محترم متماسك، كواليتي بتاعته كويسه جدا، السكريبت بتاعه كويس جدا، التمثيل فيه ممتاز، الاخراج فيه على اعلى مستوى، المزيكا حلوه، الصوره حلوه، اللبس، كل حاجه. بس كنتوا متوقعين البومينج ده؟ لا، احنا كان كل اللي احنا كنا دايما بنقوله لبعض ان احنا كنا عارفين انه ان شاء الله باذن الله يا جماعه احنا عملنا فيلم هيعيش. هيعيش بقى من خلال السينما، هيعيش من خلال العرض التلفزيوني او الديجيتال، هيعيش من خلال حب او تفاعل الناس ليه. ده كنا متاكدين منه. ردود فعل فظيعه على السوشيال ميديا، يعني وريناكم تامر حسني مثلا يعني طبعا. بس كان في ردود فعل عظيمه على السوشيال ميديا، الجمهور طبعا ما حدش بخل علينا حقيقي عظيم. ولا بوقته ولا بفلوس ان هو يروح السينما، ولا ان ناس كبيره جدا زي فعلا تامر حسني، دنيا سمير غانم، احمد فهمي، يعني مش عايز انسى حد، بس ناس كتير قوي من استاذ شريف عرفه كلمنا كلنا يشكر في الفيلم، لما استاذ شريف عرفه يقول والله انتوا اديتوني امل للسينما تاني، كلمه كبيره جدا جدا من حد قيمه وقامه مرعبه يعني. فالفكره انه زي ما غزي بيقول الناس نصرتنا، احنا كنا عارفين انه الفيلم حلو، بس حلو ما هو في افلام حلوه برضو على فكره اتعملت بس ما عملتش اللي الحريف عمله. فده فعلا الجمهور في فيلم سوري بس طولت في الحته دي، في فيلم امريكاني بحبه قوي، كان فيلم قديم بتاع كيفن كوستنر اسمه فيلد اوف دريمز، كان من وانا صغير بحب الفيلم ده قوي، كان في جمله فيه بتقول اف يو بيلد ات ذي ويل كم، اعملها صح، اعملها تو ذا بيست اوف يور كابابيلتيز، اعملها باحسن امكانيات واحسن طريقه تقدر تعملها بيها وهيجولك، مش هت مش يعني مش هتفشل. قلت جمله مهمه جدا، الناس نصرتنا. لا حاجه احب اقولها سريعا، لانه استاذ طارق قال احنا على الارض، دي برضو فيها جزء ترجع له، لان هو احنا انا كنت اروح له مرعوب وانا عايز الفيلم ده اجيب فلوس كتير قوي، يعني رايح له انا اي حد اكلمه اياد انا اللي هو يا جماعه الفيلم ده فيلم نزل بعد سنه بعد ما خلصنا تصوير. انا بس عايز اقول لك حاجه، نور هو يعني طبعا احنا كلنا كنا مبسوطين بالفيلم، بس نور اكتر حد كان عنده احساس ان الفيلم هيجيب فلوس كتير. للامانه أنا هو ورؤوف بصراحه كنا بنتراهن على فلوس. ورؤوف ليه يا نور ليه؟ عشان انا اولا انا مؤمن باللي بعمله طول الوقت، وانا مؤمن ان الايمان بيوصل، انا لو مؤمن حقيقي وانا شفت كل الناس في الفيلم ده بتسعى سعي حقيقي، وده لو انا بقول ان في رساله فهي دي، ان احنا نبقى مؤمنين باللي احنا بنعمله. انا كنت مؤمن بنزل التصوير بصور في حاجه تانية 24 ساعه، اجي اصور هنا بعديها على طول، ما عنديش ذره تعب. اجي لو حاجه بصراحه في حقه، يعني قبل ما نخش نصور بتلات اربع اسابيع كلمني قال لي انا فلان الفلاني كلمني، وفلان الفلاني ده حد يعني بنحبه وبنقدره جدا على دور في عمل ما، عمل كبير ومهم قوي. فقلت له طيب نور هتكلم انا وهو ونشوف لو نقدر ننسق المواعيد. فالراجل مشكورا فعلا كلمني قال لي نور وكده، قلت له بص يعني قول لي ايه مواعيدك، طلع انه موضوع فيه سفر وبتاع، فكان هيبقى مستحيل ان احنا ننسق المواعيد. نور بليفد في الفيلم ده من الاول، اكتر من 90% من الناس اللي كانت تبقى مكانه كان هيقول لك انا اروح في المضمون مع عمل كبير جدا 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 وما خدش الريسك. انت خدت الريسك؟ خدته، لانه استاذ طارق جناني واخده، استاذ رؤوف واخده، استاذ اياد، وما هوش ريسك بقى بالنسبه لي، لان انا قريت عمل للامانه ودي ترجع لاستاذ اياد، انا حسيته واداني امل، وانا كان بصراحه
بقالي كتير ما بقراش عمل بيدي أمل. يديك امل. غزي قبل ما اشوف برضو عايز ارجع لك يوم الماتش يعني اللي هو اليوم بتاع الكوره حصل فيه قول على الاوتوبيس والنبي قول على قصه الاوتوبيس لما ركبنا الاوتوبيس الاوتوبيس الغلط لا قصه ال 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 الاصابه دي ولا احنا قصه الصدام اللي حصل ده احنا كنا بنصور وكان استاذ رؤوف طالب مننا حد يطلع يشوط الكوره يطلعها بره في مشهد من المشاهد في الفيلم يعني. فالمهم اول مره جيت اشوط الكوره وجي قال لي طلعها انت بره. فجيت اشوط الكوره اول مره الكوره ما طلعتش بره. جت تاني مره بحاول اطلعها الكوره اتشوط بعيد جدا. فقلنا بقى ايه هو راح استاذ رؤوف قايل بصوا يا جماعه اي حد يطلع الكوره بره بعد اذنكم هي الكوره مش عايزه تطلع. وانا كان غالبا كان عندي اصابه اليوم ده اتصبت برده قبل اللقطه دي على طول. فمهم ده جايين بقى بنصور المشهد فانا داخل اطلع الكوره ونور راح داخل شوط الكوره في نفس الوقت فاحنا الاثنين شوطنا الكوره في نفس الوقت فعلا يعني. ف وانا بقى كنت لسه فعلا متصاب قبلها ما فيش بخمس دقائق فالموضوع كله سمع في بعضه. فوقعت على الارض ساعتها ولقيتهم كلهم اتلموا حواليا وانا سكت خالص فصل مننا ما بقتش بتكلم ما بتكلمش انا مش موجود ما بيردش على يعني حد انت كويس انا مش معاهم يعني عشان تعرفوا بس لعيبه الكوره بتتعب ازاي لا ولا تقدروا مجهود محمد صلاح وتقدروا عرفنا حاجات كتير قوي ان الاصابه بتبقى صعبه 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 انت بتلعب كوره اصلا الكزبره لا طب اتعلمت بقى كوره اتعلمت لا لا ده يروح منتخب دلوقتي ده خلاص بقيت لعيب جدا لا ده خلاص المحل عبد الرحمن انت كنت لعبت شويه معاهم وبعدين بعد كده بقيت اسيستنت كوتش مش كده لا في الاول ما كنتش مش عايزين نحرق برضو للناس اللي هتدخل الفيلم ما الناس شافت الفيلم لا 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 احنا حريصين جدا على الموضوع ده حريصين جدا عبد الرحمن لما كان بيضايقنا في الاعداد الترابيزه كنا بننزله يتمرن معانا اللي هو المجهود هم يتمرنوا انا ماليش دعوه بالموضوع فكانوا ساعات يجيبوني اللي هو طب تعالى بقى زيك زي الشباب طب خلونا نشوف ردود افعال السوشيال ميديا ونرجع تاني زجزاج شوفني على المزاج اللي فات يا صاحبي مات واللي جاي فات اسأل عني وابقى اسأل عني بتحبي الهند انا شاروخان بتحبي الخطر انا باتمان بتحبي الهند انا شاروخان بتحبي الخطر انا باتمان اسأل عني واسأل عني انتوا بقى شفتوا الجمهور استقبلكوا ازاي يعني انتوا حاسين ان الحياه اتغيرت كوزبا جه علينا وقت كنا اول الفيلم بننزل السينمات فقلنا هننزل اول مره السينما نشوف رد فعل الناس ايه حبينا الموضوع اللي هو بقت شغلانه احنا كل يوم ننزل السينما يتغدوا وينزلوا على السينما لدرجه ان احنا كنا بنتفرج في ناس تقول لنا طب تمام ونخش نتفرج معاهم يعني احنا كنا ممكن في اليوم ست حفلات احنا بنخش نتفرج مع الناس على الفيلم فعلا هو تمام انا ونور وغز كنا على طول نخش وعبد الرحمن جه وسولي جه خلاص انت ايه زعلت الناس لا لا عشان بس يعني فكنا بنروح اللي هو كل يوم تمام غزة كلمني على المديتيشن بتاعك لا هقول لك بس حاجه قبل قصه المديتيشن دي قصه الاوتوبيس ده احنا في يوم كنا بنصور وده كان اول يوم تصوير ليا انا والكزبره والعبد الرحمن واللودي والسولي وكان نور بدا تصوير خلاص يعني كان صور يوم واحنا داخلين اليوم ده بقى فاحنا طبعا جايين الصبح مليانين حماس وكلنا جاهزين ان احنا نخش بقى يلا بينا فاستاذ رؤوف جاي بيشرح لنا الشوط يا جماعه في اوتوبيس هيعدي انتوا هتركبوا فيه مش عارف هياخدوني نروح ندخل الاوتوبيس وانا المفروض ايه يعني في الاخر بشده يلا 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 هندخل الاوتوبيس فداخلين بنصور المشهد ففي اوتوبيس جه واقف قدام الكاميرا فكلنا بقى يلا حته يلا مش عارف ايه اجري 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 يلا 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 وده انا بشوف
وقاعدين بنحاول ندخل بعض، فجاه لقينا حد بالانتاج جاي جري، يا جماعه ده الاتوبيس الغلط مش ده اتوبيس التصوير، ده اتوبيس حقيقي. فكلنا نزلنا ومشي بينا، هو اتحرك بينا شويه، هو كان ماشي خد الممثلين ومشي لحد ما حد والجزء الثاني بقى بتاع التصوير جاي بجد بقى. برافو، دي بدايه موفقه. فيعني ده كان مبشر، ده كان اول مشهد ومبشره، كان اول مشهد نصوره. موضوع المديتيشن ده والله كزبره طلعه عليا. انا دلوقتي شغال مديتيشن اصلا، شغال كده. انا دلوقتي قبل انت ولا انا دلوقتي انت ده ادمان الموضوع ده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، شهاده لغزي مفيده جدا للممثل، وانا هو علمني حاجه في موضوع المديتيشن ده للامانه. هو كزبره خدها في الهزار، بس انا خدها في الجد، مهمه ومفيده وانا بشكره عليها حقيقي حقيقي. لا ايوه قول لي تعلمني بقى عشان قبل ما اخش البرنامج كده اقول الاخبار السعيده للناس. اتكلم على الاخبار، اروح قاعده كده عامله كده الاخبار، اقول انت عارف انا بقول كل الاخبار السعيده كلها عندي، كل الاخبار الحلوه، فقول لي كده عشان اخش على الناس رايقه وهاديه وناديه كده. هو شمع شمع بس شمع ولا شمع بدل شمع في عيد ميلاد بدل الاضاءه كده بدل الاضاءه دي شمع في عيد ميلاد. هتطلع بكره بشويه شمع وبتاع وكده بجد. طب قول لي اتعلمت منه ايه في المديتيشن؟ والله انا دلوقتي بقيت شغال مديتيشن فعلا قبل ما اخش المشهد. انا مش عايب، بس هو بيبقى قاعد كده، بيبقى قاعد كده بالظبط. ايوه قاعد عامل كده يا رب. هو ممكن ست ساعات، يعني ممكن ست ساعات احنا ست ساعات. لا لا بتفتكر ده بيشحت ولا بيقول يا رب ولا لا يعني انا في مانا وهو فعلا قعدت بتاع ثلاث ساعات، ثلاث ساعات هو قعدني جنبه عامل كده بيقول لي تخيل اللي انت مثلا هترجع، كنا في الجونه، قال لي انت هترجع افتكر حاجه ترجع لك، افتكر بيتك. قلت له يا عم انا لسه امبارح كنت في بيتي، يعني انا ليه افتكر وما انا لسه جاي؟ فبيقول لي بص تخيل الاوضه اللي بتنام فيها. قلت له ما انا لازم اتخيل الاوضه، ما انا شايفها امبارح. فهو بيوديني في مود تاني يعني بصراحه. لا هو الموضوع ببساطه يعني ان هو بس الموضوع ده فعلا بيساعد في ان الواحد يعرف يركز ويعرف، بينشط الخيال جدا. أيوة. بتاع الممثل عامه، وبيخليكي قادره تستوعبي حقيقي جسمك بيعمل ايه وبيتحرك ازاي، لان هو ده متصل يعني المخ متصل بالجسم. فبيبقى معلومه جديده طبعا يعني. دي حاجه ممتازه يعني. معلومه جديده. فلا هو عشان يعني الاتصال اللي موجود ده، بس انا عايزه معلش يعملها بس يا عم اعمل ايه؟ انا ما بعملش حاجه يا عم، انا ما بعملش حاجه حركه بس. لا لا ما فيش ولا حركه ولا حاجه. في ايه يا كزبره؟ لا هي مش حركه، هو عشان هو بيشوفني فعلا اهو قاعد عامل كده. لا ايوه هو شهيق وما بعملش اي حاجه، نفس بتنفس بس. فهو بيشوف ده بيبقى بالنسبه له بيقطع رجله وجسمه كله. والله والله بيجي في مره كان هيلوحك مثلا ولا ايه؟ قطم ده يا خلي بالك. لا انا اقول لك حاجه، في ده واحد في 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 مره هو جه قال لي انا عايز بقى اعمل اللي انت بتعمله ده، وريني بتعمله ازاي. فقلت له ماشي. جبنا بقى فرشنا كده سجاده عندنا في الكرفان على الارض، وقلت له قعد. كم شمعه تولعوا؟ مفيش شمع، مفيش شمع. امال ايه البرتقال اللي كان بيطلع؟ كان بيطلع حاجه من الشنطه والله مش عارف ايه. فرشنا السجاده دي، قلت له ابتدي اعمل بقى الاطالات، يعني في بقى شويه اطالات بقى وستريتشات وحاجات كده بتتعمل. فهو ابتدى يعملها. طبعا ما ينفعش ابقى صاحي ويقوم، لا لازم ابقى نايم. لا وبعدين هو يدي كورسات في الحوار ده بجد، يعني هو لدرجة ان انا دخلت مشهد فعلا جسمي كله ساب. وانت داخل المشهد بقى وجسمك سايب، دي كانت مشكلة. مشكلة اللي هو انا مش كده، الكاركتر اللي عامله مش كده، ده هو حركي، فانا مش قادر اتكلم، صوتي مش عايز يطلع. مثلوا انتوا النهارده وسخن، جسمي سخن والله. وانا قلت الحوادث ده لا، هو بس الموضوع فعلا مفيد بجد يعني بصراحه. انا اقتنعت بيك، موضوع مفيد مفيد. طب نسمع الجزء من اغنيه اسال عني. نسال عني ونرجع تاني. نسال عني. قول يا فندم، قول يا غالي، بقول لك ايه، ما تشدش في العريض، جوه دماغي تخطيط، بره تلاقي تنفيذ، والباقي دول تلفين. فانا اي حد عدي واخد السكه زجزاج، شوفني على المزاج، اللي فات يا صاحبي مات، واللي جاي فين اسال عني عني وباسال عني عني وباسال عني عني وباسال عني وباسال عني
ليلة كنت أنا جايب أخيها. ما ماشي الدنيا بدماغي، أنا ماشي الدنيا بمزاجي، أول دايما مش تاني رقم واحد في مجالي. اسأل عني عني واسأل عني عني واسأل عني عني واسأل عني واسأل عني عني واسأل عني عني واسأل عني عني واسأل عني. هو سافونا حتى بذمتك انت شايف فينا ايه؟ عمل والله العظيم بتلعب حلو وحياة ربنا ما بضحك عليك. بيقولك بتلعب مش بتمثل. بتلعب حلو. دي فيها احتراف الكلمة دي. معانا الفنانة أصالة. فنانة ايه؟ يا ابني عشان نبيعة. نبيعة ايه يا معلم الفيلم بتاع مال الحاجة دلوقتي؟ يا ابني وحد يقول يبقى أمه نجمة. يا حبيبي ملهاش دعوة بالموضوع. عشان نكسب. طيب ماشي. هلا. طيب. الحقيفة. طب هي ايه دي؟ دي ايه؟ دي انا عايز اعرف ايه دي؟ دي بانانا براند. دي بتجعبد الضحك. بانانا براند ايه؟ دي مش براند، دي من الشارع. فين البراند دي؟ بقولك ايه؟ خمسة لا نعملها بخمسة نعملها بخمسة اهو. يلا احنا الحقيقة. يلا يا حسن. عشانك يا صرصور انا هبقى امور. ايه ضرب؟ دي 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 انا ما رضيتش اعمل بس هشام عشان ما اقولوش بقلبي كده. اقسم بالله انا فخور بيه. كزبرة انت كنت عامل شعرك اكسجين. اكسجين رسون. رسون لا كنت اصفى يعني عشان الكاركتر اللي احنا بنعمله. استاذ رؤوف بقى اللي كان مختارنا وششتاوي نبقى عاملين صبغه كده ولا كالا مش عارف يا صبغه يهود ولا مش عارف. كل واحد يقولي عن اهم مشهد بالنسبه له في الفيلم وابتدي بعبد الرحمن. بالنسبه لي اهم مشهد ليه هو كان المشهد اللي بيتكلم فيه مع شخصية ماجد ويفهمه انه دول مين وكذا وكذا وكذا، وانه في النص كلام اللي هو ايه ده فلان فلان اللي بيعمل كذا. كان بالنسبة لي اللي هو حاجتين، ان المعلومات توصل صح انه يعتبر ده الناريتور بتاع الفيلم دلوقتي في اللحظة دي يعني، وان المشهد يبقى لذيذ يعني. فالحمد لله انه يعني خير يعني. كزبرة اللي هو المشهد اللي انا خدت العشرين الف جنيه ده كان بالنسبه لي، لان شخصيه حته طول الوقت طالعه ان هو صاحب صاحبه وصاحب اصحابه وازاي اخونهم وازاي في نفس الوقت الناس ما تتخنقش مني واصعب عليها. كان موضوع طب خلاص يا جماعه الفيلم في بقاله كتير في السوق لسه لو سمعتي لسه في شويه لسه في شويه في شويه فلوس عايزين نعملها. فكان بالنسبه لي ده مشهد لان هو طول الوقت كوميدي، فازاي اللي انا اقلب مرة واحدة ما بقاش كوميدي. فكان بالنسبة لي ده حاجة ده مشهد تمثيل. فأنا كنت حابب إن أنا أبين بقى إن أنا عندي إيه، مش كوميديان بس. أنا غزي أنا كان في مشهد بيني أنا ونور كان يعني مش عايز أقول هو أني واحد برضو عشان الناس لسه ما اتفرجتش. كان في كل ماستر سين لكل في ماستر سين لكل واحد في مشهد كده ما بين أنا ونور كان يعني بالنسبة لي كان أصعب مشهد ليا. مشهد واحنا في المدرسه انا المشاهد كلها بالنسبه لي كانت مهمه في الفيلم حقيقي، بس هما المشاهد لو انا اقول حاجه المشاهدين اللي غزي وكزبره اتكلموا عنهم انا يعني المشهد اللي غزي بيتكلم عليه ده اظن انا وهو كان مشهد فعلا صعب ومهم بالنسبه لنا احنا الاثنين. المشهد اللي كزبره بيتكلم عليه انا في المشهد قعدت اتفرج عليه وانا ممثل معاه انا في لحظه قعدت اتفرج عليه من كتر ما عايز اقول على في مشهد كمان بالنسبه لنور كان مهم جدا. المشهد ساعه لما اخته كانت بتعلمه الكلام الصايع عشان يروح المدرسه الثاني
ده كان نور، كان انا فاكر كان نور تعبان جدا يعني، وكنت وده كان بيعمل ماستر سين مهم جدا، وكان نور بيبقى تعبان وخلاص بينام، وكنت باجي صحيه نور يلا عشان من قلبنا الكاميرا ونيجي نعمله، فكان قمه في الاحترافيه الصراحه. كان بيصحى وكان بيعمل اهم ماستر سين بالنسبه له هو وريما، وده كان بعد عدد تصوير مهم يعني، عدد تصوير كبير جدا، فده كان سين برده. وكان والله بس ده بقى يرجع للامانه برضو، ارجع اي انا كنت منصور عدد يعني ساعات طويله في الـ في الـ في الفيلم لصعوبته. مش فيلم سهل، مش فيلم سهل في التنفيذ، هو صحيح. فيلم صعب، ومش فيلم انتاجيا سهل يعني، ده فيلم يعني خد ياخد مجهود، وفيلم عدد اسابيع مش قليله. بس استاذ رؤوف روحه من اول اليوم لاخر اليوم، ومن اول يوم تصوير لاخر يوم تصوير، هي هنا امل تفاؤل دايما، طاقته حلوه، مفيش لحظه. فهو دايما كان ليدر ان احنا كلنا لازم نبقى كده، لو انا ريحت انا يعني طب هو ده هو بيشتغل اكتر مني. فهو الحقيقه كل ده الروح دي، وان احنا عايزين نكمل كانت جايه من عند انا دايما اي بليف انه اللوكيشن بيبقى شبه مخرجه. ودايما بقول ان في اللوكيشن لو المخرج اتاوب الكرو بينام. صح. رؤوف ما شاء الله يعني بيضرب حقنتين ادرينالين الصبح وهو جاي كل يوم، فهو بيخلي كل اللي حواليه على نفس ليفل الانرجي والحماس بتاعه. صح. فدي بصراحه طبعا تحسب له جدا طبعاً. جدا غير الدايركشن يعني اللي عمله. لما شفتوا الفيلم بقى بتمثلوا، لكن ما بتقوش شايفين الفاينل برودكت او النهايه المنتج النهائي، لما شفتوا الفيلم هما شافوه في السينما على فكره. لما شفتوا الفيلم لاول مره والله ما رضاش يخليني طبعا رؤوف كان معاه مشاهد وراها لمصر كلها قبلها يعني انا وصلت ان انا بقابل ناس على الطياره يقولوا لي ده رؤوف فرجني على حاجات من الحريفه بتاع يعني ما ده جزء من الماركتنج هايل. لا ده جزء من الماركتنج هايل هو بس عامل العمل. هم ال 18 واحد اللي انت فرجتهم هم دول ال 18000 لا بجد لما شفتوا المنتج النهائي حسيتوا يقول يا نور للامانه حاجه هقولها يمكن اول مره اقولها على الفيلم ده. انا وانا صغير عندي 5 سنين و6 سنين كنت بتفرج على افلام حبيتها جدا، وهي دي السبب في ان انا عايز امثل. هي كانت دي سبب افلام ادتني امل وادرينالين وخلتني مستمتع. انا لما قعدت وانا بتفرج على الفيلم ده الحاجه الوحيده اللي جات لي ان ده الفيلم او ده نوع الافلام اللي خلاني ادخل للمهنه دي اساسا. يعني حسيت من الفيلم ده ان الفيلم ده حقق جزء من احلامك، او قال لك انت على السكه الصح؟ هو حقق حلم كبير قوي عندي، مش 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 قليل. الفيلم ده في حياتي انا مش قليل، لان انا حلمت بده وشفته في دماغي من وانا صغير انه يتحقق. يعني دي حاجه هي دي حاجه سوري، هو احنا كتير منا بيشار الموضوع ده. انا يمكن لما قعدنا من انا واياد ورؤوف من الاول، انا وانا صغير كنت بروح نادي فيديو في نادي الجزيره بنأجر أيوة. من الافلام. كلنا كنا بنروح نادي الفيديو ده في نادي الجزيره نأجر الافلام، وكان في نوعيه الافلام دي كنت بحبها قوي قوي، اللي هي زي رودي وتوي سولجرز ومايتي داكس والحاجات دي كلها. فلما جيت طول الوقت نفسي اعمل حاجه، ويمكن ناس كتيره هتفهمها وناس مش هتعرف تريليت ليها قوي، بس انا ولادي في مدارس خاصه. واحمد ما شاء الله دلوقتي مضى مع نادي في بورتو، بيلعب في البرتغال دلوقتي الحمد لله. اللي هقوله ده هو سيف بس معايا جوه، في احتمال يطالب بنسبته، بس يعني هو حقهم عليا، لازم اقوله لهم. انا كنت عايز اعمل فيلم ولادي يتفرجوا عليه، ولادي يروحوا السينما في مصر يتفرجوا على فيلم عربي، لانه دي للاسف حاجه ما بتحصلش لكاتيجري كبيره جدا من الاولاد. طبعا الحمد لله ان هم طلع صحابهم كتير، وطلع ولاد صحابهم كتير، يعني طلع الكاتيجري دي كبيره ان هي تروح، لانه حاجه من الحاجات اللي الناس حبيتها قوي في فيلم الحريفه ان احنا كان في رسائل كتيره موجوده مش في وش الواحد. رسائل زي الصحاب، الجدعانه ما بين الصحاب. احنا لما رحنا الحاره احنا خدنا حلاوه الحاره مش العكس. صحيح. خدنا جدعانه الناس مع بعض. صحيح. خدنا وقوفهم مع بعض. احنا الفيلم ما فيهوش لفظ خارج، ما فيهوش سيجاره، ما فيهوش مخدرات، ورجعتوا لنا المشاعر الدافيه بتاعه الحاره المصريه. بالزبط. اللي كان دايما للاسف بتتصور كعشوائيات وكده. انا حبيت ده، حبيت ودي المشاعر. حاجه كان عمري ما اقدر ولا كنت عارف اخد ولادي يتفرجوا على افلام عربي، ولا كنت عارف ان انا اخدهم افرجهم، لان احنا كلنا واحنا صغيرين مهما كان
مستوانا الاجتماعي كلنا كنا بنلعب كرة في الشارع. أوه. كلنا كنا بنجيب توت من على الشجر وكنا كلنا بنلعب مع الغني والفقير واللي في النص واللي في المستوى بتاع، ما كانش بيبقى فيه التفرقة اللي موجودة دلوقتي. حياة الكومباوندز دي مش موجودة. فاللي ابتديت اعمله من سنتين ونص او ثلاث سنين وقت كورونا، اني ابتديت افرج احمد وسيف على نوع الافلام اللي انا كنت بحبها وانا صغير، وابتدت الافلام دي كنت بستغرب قوي ان هي بتعجبهم جدا، لان دي كانت افلام تسعينات. فلما جينا قعدنا انا ورؤوف واياد، كان دايما في دماغنا الحكايه دي، احنا عايزين دول يعجبهم. لو دول عجبهم اللي هو الملهمين بالنسبه لي في حياتي هم احمد وسيف، اللي حقيقي حقيقه اي حاجه بعملها علشان يبقوا فخورين بيها، لو دول حبوا الفيلم ده كاتيجري كبيره جدا هيحبوا، هما بيعشقوا الفيلم. يعني سيف مثل سيف دخل سيف واحمد الاثنين طالعين مشاهد. طب انا وقتي بيخلص، انا برجع اسال نفس السؤال، غزي الفيلم ده كان بالنسبه لك ايه؟ حقق لك حلم ايه؟ استعدوا عشان اجابتك. حقق لي حلم ان انا ان البنات كلها تحب. لا ده انت بقيت ايه على فكره؟ ششتاوي. انت بقيت كراش رهيب لكل البنات. يعني نبوي كراش من زمان، من شويه نبوي يعني، مع ان انا كنت نفس الصبغه والله. بس مش فاهم، بس انت ليك معجبينك بس. لا لا بس هو خلصي حصل معاه حاجه غريبه قوي، هم اللي بيحبوه يا اما تينيجرز يا اما 40 بلس. فعلا اللي في المرحله العمريه بتوعه عادي. يعني بس برضه يعني كل الاي كلاس حابين ششتاوي وكزبره جدا. طبعا لا حقق لي حلم كان 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 طول عمري نفسي احققه وطول عمري نفسي اوصل له، وهو ان انا اكون يعني بعمل فيلم حلو للناس والناس تتبسط من الفيلم ده، والفيلم ده يلمس قلوبهم ويحبوه ويكونوا عايزين يتفرجوا عليه اكتر من مره يعني. واتمنى ان فعلا كل شغلانه جايه ليا سواء مع الشباب او لوحدي يعني اتمنى ان ده يوصل يعني. غزي انت حقق كزبرة. لك ايه؟ سوري كزبره حقق لك ايه الفيلم؟ والله انا الفيلم ده حقق لي ان الناس ابتدت تعرفني بجد، يعني اللي هو تقدر معقوله كل ده الناس ما عرفتكش؟ لا تقدر موهبتي بجد، اللي هو انا طول الوقت الناس مهما انجح حتى لو كنت بعمل اغنيه ما كانتش الناس عارفه ده ايه؟ ده بيعمل ايه مثلا؟ او عنده ايه موهبه عنده؟ فالفيلم بالنسبه له بين حقيقه الشخص ده عنده ايه قوي، فكان بالنسبه لي نقله في حياتي ان انا كان نفسي ان انا انجح النجاح ده الناس تعرفني بس جالي في الحاجه اللي انا بحبها، فده بالنسبه لي الفيلم ده صحيح. عايز يغير اسمه؟ مش هغير اسمه. هو اسمه اصلا اسم حلو قوي، اسمه احمد بحر. احمد بحر ده اسم جميل. اسم جميل، اسم العيله بحر. فانا امال جبت كزبره ده منين؟ هي الناس اللي حبت كزبره. يعني جبته منين؟ كزبره ده كانت شخصيه اللي انا بعمل سكتش المهرجانات وبغني، فعملت شخصيه كزبره زي ما الناس بتقول لي يا حته دلوقتي مثلا، فعادي بقى اتقبل اي حاجه بس احمد بحر. وبعدين يعني حلو بحر برضه. كان اصل غير كده اسم كزبره مش جايب له شغل غير اعلانات بقى. لا صبايه انا جالي صبايه وجالي خضروات كتير. فانا لا بس يعني عايز تنقل من اعلانات الخضار لاعلانات احمد بحر بقى. ده بحر غويط بقى، بحر بقى واعلانات الساحل الشمالي وكده. طب وقتي بيخلص عبد الرحمن، الحلم ده الفيلم ده حقق لك ايه؟ الفيلم ده حقق لي حاجه لحظه كنت بحلم بيها طول حياتي، يعني هي لحظه اللي هو ان انا مره واحده على الشاشه الكبيره موجود الناس متقبله ده. يمكن عشان جاي من خلفيه ستاند اب شويه، فاللي هو موضوع ان انت اللحظه الضحك بالنسبه لي فاليديشن، اللي هو هقول حاجه والسينما بتضحك، فده بالنسبه لي لا ده تقبل كبير قوي. فدي لحظه انا حلمت بيها وفكرت فيها من قبل الفيلم بكتير، فانها جت الحمد لله يعني. سريعا بقى ياد. يعني سعيد ان الواحد يبقى حصل في حياته انه عمل فيلم يحقق ارقام ويعمل النجاح الجماهيري ده، لانه مش دايما بتقدر توصل للريكوردز دي. ومن اسعد الحاجات اللي في الفيلم اللحظه اللي الاستاذ شريف عرفه كلمني بعد ما شاف الفيلم، لانه انا بحب افلامه وما كنتش متخيل انه تجربه زي دي تحصل، يعني انه يكلمني بعد الفيلم. رؤوف يعني انا طول عمري من اول ما درست السينما كان نفسي اعمل فيلم عن الكوره، فمبسوط قوي ان انا عملت فيلم عن الكوره، ومبسوط قوي ان انا كمان اديت الفيلم ده لهيثم زكي الله يرحمه. وبجد بشكر استاذ طارق اللي يعني كان منتج مغامر اللي يقدر يعمل فيلم في التوقيت ده بشباب جديده وبيتكلم عن الكوره، فالحمد لله ده يعني من احلامي اللي اتحققت.
انا عايزه اشكركم مره تانية على البهجه والحلم والامل، وان انتوا عملتوا لنا فيلم حلو. عايزين نقول لك خبر اكسكلوسيف بس، قول. ان شاء الله باذن الله الحريفه الجزء الثاني بيتم التحضير ليه دلوقتي. يا جماعه الكاميرا عليه وهو منبهر، عيد تاني عشان المخرج ما جابكش. فين المنبهر؟ رياكشن تاني. يلا فين انت جايبني انا ليه؟ في هو ده اللي منبهر. ده اللي منبهر. يخسرك كزبره مش معانا. حريفه الجزء الثاني، الجزء الثاني يلا. ان شاء الله احنا بنوعد الجمهور انه ما بنستغلش نجاح الجزء الاول. طيب. احنا عايزين نعمل حاجة على نفس المستوى واعلى، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله كل الناس اللي وثقت فينا ونصرتنا في الجزء الاول هينبسطوا معنا قوي 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 بالجزء التاني ده كده. اخبار كتير. جزء تاني بنحبك. طب وانا بحبك وبحبكم كلكم. جزء تاني للحريفه ان شاء الله، وان انتوا فيلم من اعلى 10 افلام في تاريخ السينما، تاريخ السينما، وفيلم من اعلى رقم واحد بره العيدين والسينما، رقم واحد بره العيدين. لا خلاص، وان كزبره اسمه احمد بحر. وده الخبر. كزبره اسمه احمد بحر. طب انا عندي خبر بس اخير ملوش علاقه بيكم بس لازم اقوله لانه له علاقه بدي ميديا والمتحده، انه المستشار تركي الشيخ اعلن عن انضمام، وطبعا رئيس هيئه الترفيه السعوديه اعلن عن انضمام شركه دي ميديا الاعلاميه احدى شركات المتحده الى مجموعه الشركات المستثمره في صندوق بيك تايم. بيك تايم واللي تم الاعلان عنه في وقت سابق. صندوق بيك تايم ده صندوق دعم السينما وجوده المحتوى ودعم صناعه السينما، وده الحقيقه صندوق مهم جدا. اشتركوا في، خشوا بقى قدموا مشروعاتكم فوق دماغنا. بيك تايم، بيك تايم فوق دماغنا. توك على شيء بيك تايم. طب هقفل بقى عشان ايه، واحنا نقفل باب اغنيه ايه، اسال عني. اسال عني. يلا اسال عني. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. انا استمتعت جدا بالحضور. نسمع اسال عني. قول يا فن، قول يا غالي. بقول لك ايه، ما تشدش في العريض. جوه دماغي تخطيط، بره تلاقي تنفيذ، والباقي دولة تلفين. فانا اي حد عدي واخد السكة زجزاج، شوفني على المزاج. اللي فات يا صاحبي مات، واللي جاي فين؟ اسأل عني.